السلام عليكم، مرحبا بكم في نص نص البرنامج اللي كيخلينا نشربو قهوة مع شي ضيف اللي كيعلمنا في المجال ديالو وتعلمنا شي مجال اللي قريب للشباب. اليوم غندوي على واحد الموضوع اللي كنسمعوه بزاف، لونتربرونوريا، ولكن غالبا بزاف ديال الناس ما عارفينش المعنى الحقيقي ديالو. وباش نجيبو لكم شي مختص فيه، ما جبناش لكم اونتربرونور، ولكن جبنا لكم السيد اللي كيتكلف لي زونتربرونور، صانع المحتوى الكبير، الكونطابل، متعدد الاختصاصات، سي محسن. مرحبا بك في برنامج نص نص. الله يحفظك الخير خويا عثمان، شرف لي ان شاء الله ندوز معكم في الكونسيبت هذا اللي تنظن انه تبارك الله مشى بعيد وغيمشي بعيد في المستقبل ان شاء الله. الله يحفظك السي محسن. حنا بعدا باش نقول واحد الحاجه، ما كاينش لغه الخشب، حنا ما كاينش، كندو عادي فهمتيني، لا بيروقراطي، واخا يبان لك المحضره، واخا يبان لك ما كاينش البيروقراطيه. صراحة في البرنامج ديال اليوم قلت لك حيت اولا بصفة اولى عندك الشركة ديالك اللي كتكلف بلي زونتربرونور، اللي كتكلف بلي ستارت اب بالخصوص، اللي كتكلف بزاف ديال الشباب اللي تبارك الله في الخدمة ديالك وتعاملت معاك وخدمنا اونصوم. تبارك الله عليك، يعني انسان اللي كتشد بواحد اللي يقدر يكون عندك اكسبيرونس اونتربرونوريا، يقدر ما يكونش عندك اكسبيرونس اونتربرونوريا وكتكلف ليه بالمشروع تاعي ان شاء الله يوقف على رجلو. ولكن قبل ما نمشيو كيفاش كتعامل مع لونتربرونور، نمشيو للاساس. شنو هي لونتربرونور؟ حيت انا صراحه من النوع اللي كنشوف ان حاليا في الوقت اللي كنعيشو فيه بزاف المصطلحات كتستعمل كتقال كندوب بها في اللونغاز ديالنا، ولكن المعنى الحقيقي ديالها مش دونك. كشخص اللي تبارك الله دو ماستر دابا، اي تبارك الله لي بوكو ديبلوم، تقدر تجيب لنا من وجهه النظر ديالك شنو هي لونتربرونوريا؟ بالنسبه صراحه لونتربرونوريا هو كل واحد وكيفاش تعطي التعريف ديالها. ودابا بحال دابا الوقت الحالي ديالنا لونتربرونوريا ولات عندها بزاف ديال المعاني. كاين اللي كيعرفها بطوموبيل ودار ويعني ودي زاسيستونت عنده في البيرو، هذا هو التعريف اللي كيعرفها شحال من واحد. كاين اللي كيعاوتاني يعرفها ب يعني مسافره والاجتماعات ولي ريونيون، ولكن حقيقه لونتربرونوريا انا زعما بالنسبه ليا هي واحد التحديات، يعني التحديات كتجي باش انك تحاول تلبي واحد الحاجيات ديال الناس المستهلكين زبناء ديالك، وميم طون انك تحاول كما تنقولوا بلغه صريحه هو انك تجمع بها الفلوس وتحقق بها واحد بما يسمى واحد ثروه. لان يعني هذا هو المصطلح الحقيقي ديالها، يعني انسان ماشي عنده، ماشي كيبيع ولا كيدير شي حاجه باش زعما يدير الخير، يعني كيدير يعني كي باش انه يوصل يعني الفلوس، الربح المادي اكزاكتومون. يعني التعريف الحقيقي ديال لونتربرونوريا ولا لونتربريز ولا كما تنقولوا يعني انك دير يعني شركه دي انفيستيسمون، هو انه يكون عندك واحد الغوتور يعني دارجون، يعني يكون عندك واحد الغوتور دانفيستيسمون. من ناحيه ديال لونتربرونوريا كيف قلت لك، حنا كيف قلتي راه بصح كاين، وغادي نرجعوا انا واش كاينه غير لونتربرونوريا نورمال، باش نذكروا لونتربرونوريا سوسيال، باش نذكروا واحد الناس اللي عزاز علينا. ولكن حاليا يعني بنظرك انا بالنسبه لي، يعني كنا دوينا قبل ما نبداو الريكورد على التمييز ديال كلمه لونتربرونوريا وكيفاش انا المجتمع المغربي ولا كيفاهم، يعني كيف قلتي يعني كاين اللي كيسحبها غير سكرتير اجتماعات، انا غادي هنا انا صارب قهوه في المالديف، انا جاي ما كاينش. يعني من التجربه ديالك، يعني دابا انا بغيت اولا نعرفوا الناس بالشركه اللي عندك، يعني شنو كدير بالضبط. المهم بالنسبه كما قلتي النقطه بعد اللي ذكرتيها ديال انا لونتربرونور اللي كيعرفها بانه مسافره وانه الحياه السعيده وانه يعني في المالديف ولا تايلاند ولا ماليزيا ولا ما نعرف. صراحه لونتربرونوريا يعني كما تنقولوا مشاكل وتحديات كبيره، وتحديات يعني كاين اللي كيقارنها بالسالاريات يقولك مرتاح على السالاريات، لا راه العكس، راه يعني التكرفيس اللي تيدوز عليك وسيرتو لا يوريك لا يوريك. كما قلتي لي كأن لونتربرونوريا يعني خدات واحد المنحه يعني في الاونه الاخيره تصاعدي في المغرب، بحكم ان الناس ولاو تيدويو عليها ولي السوشيال ميديا بزاف تيدويو عليها
وحتى يعني الحمد لله الناس وي زعما المجتمع المغربي ولا كيتشجع انه يدير لونتربرونيا، ولكن كاين اللي كيديرها بطريقه صحيحه وكاين اللي كيديرها بطريقه خاطئه. يعني كما تنقولوا تيصحاب لي انه راه اون فوا غادي واخا كاع يكون عندك راس المال، اون فوا تحط راس المال صافي راه يساويك الفلوس، ولكن لا راه لونتربرونيا ماشي هي هذه، راه كاين اللي يعني بصفر درهم راه بدا، يعني ماشي ضروري يكون عندك فلوس باش انك يعني تانفيستي ويرجعوا لك. يعني هي مجموعه ديال يعني تحدي، مجموعه كما تنقولوا ديال لي زيفور اللي كديرهم تيتجمعوا كاملين، ولا كما كنسميهم لي فاكتور، باش انهم تيعطيوك واحد الريزولطا. هذيك الريزولطا يعني اللي كتوصلك في الاخير لوبجيكتيف ديالك، ديال يعني انك تستمر في هذيك لونتربرونيا، وانك يعني تجمع يعني يعني فلوس ودير يعني بزاف ديال الحوايج زوينين بهذيك لونتربرونيا. الناحيه ديال الشركه، حيت انا باغي نوصل واحد لو بوين ديال القصص ديالك مع المجتمع اللي خدمتي معاه، الناس اللي فريمون ما عندهمش، ما كانش عندهم خبره في لونتربرونيا. دونك انت الشركه ديالك اسميها ديال براند اوف هاد الشركه اللي كتعاون الشباب انهم يبداو من نقولوا من الزيرو. هو صراحه باش ما نقولوش حاجه ما كايناش، كاين اللي كيبدا من الزيرو، كاين اللي كيبدا من 10، كاين اللي كيبدا من شويه، كاين اللي عاوتاني كيبدا من تحت الزيرو. تحت الزيرو وي، فهمتي؟ اتفق معك. يعني انا هاد القضيه اللي بغيت نوضحها وباغي ندوي عليها هي ان ماشي كلشي كيبدا من الزيرو في الخبر. لا، ماشي كلشي كيبدا من الزيرو، وكاين تحت الزيرو. اكزاكتلي، كاين هذا المصطلح هذا وبصح. وانا نيت تقريبا بديت تحت الزيرو. كيف؟ حيت انا دابا مهم باش نعرف لك على الشركه ديالي. انا الشركه ديالي كدير يعني الكرياسيون دي زونتربريز، يعني كدير الماركتينغ ديجيتال، كدير لاكومبانيومون، والحمد لله ما بقاتش حيت الناس كيعرفوا يعني سونتر دافير بواحد يعني مصطلح كلاسيكي، ان انا تمشي لهذاك السيد غيدير لك يعني كونطابيليتي كرياسيون يعني عاديه جدا كاي بلاصه. ولكن لا، حنا الحمد لله ولاو عندنا دي كليون اللي دي جون، وحنا مشينا لابارتي ديجيتال ولينا قرابين يعني الناس بزاف. يعني كما كعرف المصطلح يعني كابيني في يعني في اللغه ديال المغاربه هو ان كتصيفط الايميل يجاوبك في الايميل الاسيستونت، ما كاينش هذه. لا، حنايا كنمشينا لواحد يعني واحد الجانب اللي هو مهم بزاف، هو اننا كنتواصلوا بواحد يعني كنكونوا قرابين الناس ديالنا، تندويو معاهم، كنشوفوا المشاكل اللي كيعانيوا منها، حيت حتى حنا تزدنا منهم. حيت كما قلت انا تقريبا بديت من يعني من تحت الصفر، يعني الحمد لله هو لا فورماسيون ديالي ولا لي فورماسيون ديالي الحمد لله يعني انفيستيت فيهم. يعني الانسان فاش كينفيستي في القرايه ديالو هذاك كيما تيقولوا هو الراس مال ديالو. راس مال ديالو اكزاكتوم. داكشي باش يعني كنصح الناس انهم انفيستيو في القرايه ديالهم، ولا في سورتو لا بارتي براتيك، لانها مهمه بزاف. يعني مثلا نعطيك مثال، دابا انت مثلا اختاريتي الدومين مثلا ديال اوديو فيزيال مثلا، دونك انت ما غاديش تمشي غادي تقرا ليا التعاريف ديال الاوديو فيزيال، ولا تقرا ليا الديفينيسيون، ولا هذا داكشي حفظها. ما هو بصراحه باش ما نطيحوش منه هو مزيان، ولكن يعني الحاجه اللي بغيتي تخدم بها وتشي بيديك وتبراتيكيها خصك انك تشوف البراتيك ديالها. يعني خصك دير لي ستاج، خصك يعني تشوف دي فورماسيون بروفيسيونيل اللي يعني تعلم منهم، يعني انك خصك تشوف لو براتيك ديالو. دونك فاش كتجمع واحد الباجاج هذاك الاكسبيريونس ولا في هذاك الدومين ديالك، وتس انفيستي في راسك مزيان، في الاخر راك تقدر تبدا بوحدك. يعني شنو هو الفرق ما بينك وما بين هذيك الشركه انت اللي خدام عندها، وانت اللي كتعطيهم هذاك لو بلس ديالك؟ شنو هو الفرق؟ ما كاين حتى شي فرق. كما هما تيجيبوا ديك اليوم، حتى انت راك تقدر تجيب ديك اليوم. غير هما نقدروا نقولوا انهم حتى هما بداو قبل منك وعندهم اكسبيريونس وعرفوا كيفاش يديروا لا جيستيون ديالهم، حتى راك تقدر تبدا من الزيرو وتبدا. وعاد دابا راه ولاو الحمد لله يعني دي زافونتاج اللي كاينين واللي ما كانوش بحال هادي. بحال دابا شحال هادي ما كانش بحال هكا السوشيال ميديا، ما كانش الاعلانات ديال الفيسبوك مثلا ولا انستغرام، ما كانش شحال من حاجه. دابا الحمد لله كاينه اوبورتونيتي كبيره محد انك تتعلم وكتعرف كيفاش كتادابطا ديما تادابطا مع لاكتواليتي
ولا بحال دابا كاين مثلا دابا كما كنقولوا 2023 في 24 كاين عاوتاني الذكاء الاصطناعي تقدر تستعمله في حاجه بوزيتيف باش يعاونك بزاف في المشروع ديالك وبزاف ديال الحوايج زين. يعني حتى دوك الناس اللي بداو شحال هادي الا ما بقاوش كي راه صافي راه يعني غادي تحكم عليهم بالنهايه ديال المشروع ديالهم. وهذا هو التعريف الاساسي ديال لونتربرونيا. لونتربرونيا راه ماشي انفو صافي نقولوا مثلا سيدي درت شي الشركه ديالك ولا المشروع ديالك وبديتي يعني كتجينيري يعني الفلوس ديالك ولكن بقيتي ما كديفلوبي شي هذاك البروجي ديالك ولا هذاك لو بيزنس ديالك يا اما كيتستاغنا يا اما كيهبط كيتهبط لتحت يشوتي. اشك علاش دابا مثلا نعطيو غير اكزومبل مثلا الشركه ديال فيسبوك علاش كل عام كدير تحديثات كتلقى ديفلوب بدلو هادي التصويره هادي زادو هاد ولا هي شركه مثلا الايفون علاش واش هما راه بامكانهم يخليو ايفون خرجوا اول مره غيبقاو يبيعوه يعني عوام كاملين ولكن غيجي خلى الركراكي غيكون صاحبي احسن مني شي واحد اخر اللي حداك وغيحل وغيدير الابديت اللي انت ما درتيه اكزاكتومون. والكومبيتيسيون هي واحد الكونسيبت اللي هنا في المغرب ما كيتقبلش بسهوله. حنا راه مثلا عندك مثال ديال مثلا الموني طاكسيات مع اندرايف فاش دخل عليهم اندرايف وكريم واوبر وهذه ما تقبلوش لا كومبيتيسيون ما تقبلوهاش. وحنا هاد القضيه عندنا صراحه في المغرب اللي كيقول لك صاحبك في الحرفه عدو كما تيقول ولكن لا لا كونكورونس عندها لي بوزيتيفيتي ديالها بزاف. اهم حاجه لا سواء على لو كليون ولا سواء على مول الشركه ولا مول البروجي. علاش الاول اللي كيدفعو انه يدير يعني كما تيقولوا احسن حاجه يخرجها عنده افيك دي بري ريزونابل. مثلا نعطي انا مثلا فكره على مثلا كما قلتي مثال ديال ان درايف والطاكسيات وكريم وهذا مثلا يكون مثلا باغ اكزومبل هاد الناس هادو حتى هما مثلا اتحدوا داروا دي زابليكاسيون باش حتى هما يكونكيريو هاد ان درايف ولا مثلا باغ اكزومبل يعني كاينين بزاف ديال لي كونكورونس في المغرب مثلا القهوه مثلا حدا قهوه كتحاول هذيك القهوه مثلا ديفلوبي لو سيرفيس ديالها والكاليتي ديالها يعني هكا باش كيبقى غادي داكشي مزيان. لا حيتاش انا ما حيت التداعيات ديال هادشي اللي وصلنا ليه في لا كومبيتيسيون هادشي راه كنشوفوه على شي ساعه. هادشي راه من باش نقول لك ملي دخل اوبر في الاول شفناه ملي تد اوبر صافي تسدات تعرف ديك الساعه انا الكومبيتيسيون في المغرب صعيبه بزاف حيت صرا اي حاجه مثلا اي غير مثلا فاش جلوفو مثلا جوميا فود وغادي يدخلوا هادو شركات اللي فاش جاوا المغرب عطاو واحد الصوره جديده. يعني انا فاش انا باقي عاقل حاليا انا باقي عاقل على بحال دابا فاش دخل جلوفو اول مره ولا جوميا فود ما عقلتش شكون تيصاريش اول مره وانا نقول كنا مريحين وانا نقول الوالد انا نكوموندي شي حاجه انا في الجوع ليك شوف واش غادي نتيستي انا نجيب شي حاجه قال لي واش السير هو هادي قال لي لا هادو راه غيجيبوا لك غير داكشي اللي صات لهم كيجيبوه كيلبقوا لك في جلوفو حيت ما عندك ما تقول لهم واش دابا حيت العقليه دابا تي واش راك نقول راه نقول لك راه سنين دابا شي 5 سنين 6 سنين جو بونس فاش دخلوا الشركات ديال ليفريزون ولكن مع الوقت دابا جلوفو الماطر ديالو راه جو بونس كثر من الطوموبيلات اللي كاينين في المدن. يعني راه غير التقبل ديال الحاجه حيت راه بيني وبينك يعني ما شركات مثلا بحال ديال لي الكونكورون ديال الطاكسيات راه سون دي زونتربرونور اللي فكروا واحد الفكره جينا ناخذوا الفكره اللي كاينه برا راه نجيبوها لهاد الماركسي هذا وبما انهم ما كيسدوش يعني راه كاين ناس غادي من الرباح ديالو يعني ماشي الرباح يعني انه راه كيدي معاه كيف قلتي الثروه ولكن امور قادر يبقى افلوت يعني قادر يبقى حل هذا الحريد استمراريه حيت هو كيف كنقولوا ثيرد بارتي يعني راه فكره جيده يعني كابليكاسيون خصوصا ان بزاف ديال 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 الشركات يعني اللي كيحلوا مساله في المغرب لا عالميا في لونتربرونيا راه وليتي تقدر انك تولي مليونير او لا مثلا الشركات اللي قدروا يوصلوا مليون دولار حاليا في 2024 2023 راه اكثر من داكشي اللي كان مثلا في 2004 2005 اكثر من 100 مره باغ كونط من الجهه الاخرى راه الشركات اللي كيديروا فايت اكثر من 2004 ومتفق معك حيت انا صراحه حسب زعما التجربه ديالي الشركات اللي كيديروا فايت
ولا شي بروجي كيدير فايت هو كيكون داخل بواحد الفكره غالطه على لونتربرونيا ولا كيبغي يقلد صاحبه ولكن ما عندوش الخبره الكافيه يعني هو تي الغرض ديالو يقول او اوكي انا عندي فلوس غادي نحطهم غادي ننفس صاحبي ولكن في الاخر تيقرا ماشي هما الفلوس هما ماشي هما اللي داروا بحال صاحبه ولا باش الكونكورون ديالو مشى مزيان وهذا الشيء اللي دار مثلا في البرامج بزاف ديال الانطلاقه وهذا يعني بزاف ديال الشركات دفعوا مثلا الانطلاقه يعني ما بقاش هو السبب الرئيسي ديال الفشل هو الفلوس مثلا ها انت عطيناك الفلوس اسيدي مع الانطلاقه ولكن في التالي المشروع ديالك فشل ولا سد ولا علاش ماشي غياب كما تنقولوا هذيك الفكره الخاطئه على الانتربرونيا وغياب يعني انت مثلا مازال كتفكر بواحد التفكير ديال الا نقدروا نقولوا اونتر بارونتيز ديال الصلاغيا يعني الا دخلتي بواحد الفكره ديال الصلاغيا الانتربرونيا ما غاديش تمشي مزيان علاش لانك انت كتولي كتفكر كتقول مثلا خصني كل شهر مولف انت واحد الصالير بواحد واحد الفوق كما تنقولوا وليتي كتدخل في الكونفور يعني بلا ما تفكر بلا ما تبدع بلا والو تكون صافي انفيستي الفلوس علاش هاد الشهر ما دخلوا ليا الفلوس خص ضروري يدخل ليا الفلوس هاد الشهر ولكن لا في لونتربرونيا لا ماشي هكداك لونتربرونيا راه كتبقى تقدر تبقى غادي تتانفيستي كتانفيستي يلاه كتجيب التعادل واحد شويه عاد كتبقى تطلع بشويه بشويه للفوق فهمتي يعني ماشي ضروري ماشي اوبليغاسيون انك من الاول تحط الفلوس مع الشهر الاول مع النهار الاول غادي تدخل راه امبوسيبل هذه في لونتربرونيا وداك الشيء علاش حتى مثلا فاش كتكري سوسيتي علاش مثلا ليطا كتعطيك ديريكسيون دي زامبو كتعطيك ديك 2 الاولى انك يعني بوسيبل انك تخرج يعني نيجاتيف يعني خشي نيجاتيف ما غادي تخلص حتى حاجه في لي زامبو علاش حيت هما عارفين بان ديك 2 ولا 3 الاولى ديال لا كرياسيون ديال لا سوسيتي يلاه الشركات يلاه كتبدا كيما مثلا انفيستيسمون يعني راه في واحد لافاز ديال انفيستيسمون كتستثمر فلوس ديك الساعات كتجيب ماتيريال كتشوف مازال كتحيد هذا كتغكريتي هذا مازال ما استقلكش هذا كتجيب هذا مازال كتفهم حتى وليكيب ديالك كيفاش ديروا الامور مازال ما قلعتوش يلاه كتشوف شويه هنا شويه اكزاكتومون فاش كتبدا وكتشوف واحد الغوتو وكتشوف الطريق كيما مثلا كتبقى تجرب طريق هذا واحد الثمن كتبقى تبدل في الثمن تقدر تبدل في ليكيب تبدل في بزاف ديال الحوايج اين فوا كطيح في هذاك كيما تنقولوا في هذيك لو بوين ديال سويت سبوت واحد اكزاكتومون كيبدا لو شيف خضافي غيطلع بشويه بشويه ديك الساعات راه دخلتي يعني هذاك هو كيما تنقولوا هو اللذه ديال لونتربرونيا يعني وصلتي لواحد لوبجيكتيف زويون ولكن هنا عاوتاني كتدخل واحد الحاجه عاوتاني مهمه كيفاش تحافظ على هذيك باش ما طيحش عاوتاني كيفاش تحافظ عليها وميم طون كاينين لي كونكيرونس وميم طون يعني كاينين يعني مثلا جاك الله يستر يعني مثلا ماتيغ بخومي غلات عليك ولا جا شي ظرف مثلا بحال كورونا ولا جا يعني هنايا ديما كما تنقولوا بحال شي جو كتبقى غادي وكيبداو كثار عليك لي زوبستاكل يعني كنتي مثلا تتلعب شي لعبه مثلا ديال مثلا بابجي ولا هذاك والله مراه خارج لك هذا هنا راه خارج لك هذا هنا انت وصلتي لهذا المستوى الثاني الثالث يعني هنا في هاد لونتربرونيا ديال بحال هكذا يعني خصك ديباسي هذوك لي زوبستاكل يعني خصك تحاول يعني تشوف لاسوليسيون ما غاديش الا كنتي كتعيا بالزربه ولا كتمل راه يعني لونتربرونيا راه ما تصلحش ليك هادشي اللي كنت باغي نقول لك على هاد القلب ديال لونتربرونيا يعني واحد القلب اللي كيقدر يتحمل كيف قلتي راه ماشي اي واحد يقدر يولي لونتربرونيا وماشي لا اي واحد يقدر يولي لونتربرونيا ولكن ماشي اي واحد يقدر يولي لونتربرونيا ناجح اكزاكتومون يعني حيت هذاك القلب اللي غيتحمل الخساره يعني مثلا راه انت راه بنادم تيقول لك انا مثلا هاني نحل المحل وكي ما نقدرش نفيسي مثلا في البورصه راه هي راه هي الاخر ودير محل يعني راه هذاك مريت يطلع مريت يهبط هذا كتشوفه بحال هكا قدامك سلعه كتباع وكتفرج وكتهادي والاخر راه تشوفوش هو الاخرين انت كيوصلك شنو طرا لي ولكن هنا المشكله اللي تنشوفها هنا كيف قلتي هي فاش ولا كيف قلتي بحال برنامج انطلاقه ولا برنامج فرصه يعني هادو مثلا برامج اللي ولاو هذاك الكوتي فلوس تيتعطى للناس يعني اللي مثلا هذيك كتقول مثلا كتقول لي انا راه الفلوس هما اللي ما خلاونيش نبدا وهذا يلا سيدي حاجه من الفلوس يلا دير شي حاجه ولكن كاين واحد الانتقادات خصوصا في الانترنت دابا بزاف الانتقادات على ان
الفلوس اللي كتعطى كتكون سلف يعني حيت بمعنى برنامج فرصه انطلاقه باش نوضحوا برامج حكومي وي. يعني ماشي برامج دي باكتوكيليه بحال مثلا منح ديال الشركات ولا شي حاجه لا هذه برامج حكوميه اللي كتعطى من الدوله يعني بزاف ديال الناس يقول لك مثلا بما اننا بغيتو تعاونونا ولا شي حاجه راه داك السلف تيخنق بزاف ديال الشباب يعني بزاف ديال المشاكل وخصوصا ان البرامج هادو جات بعد واحد الاحصائيات اللي كانت ديال تيقول لك الا بغيتو بغات البلد تنعش سوق الشغل ديالها خاصها تعطي مثلا كل مجموعه ديال الشباب 10 ديال المليون اللي يقدروا ديك الساعه يحلوا بها مشاريع اللي غتنعش ديك الساعه يخدموا بها الناس وتخلق فرص ديال العمل يعني ما تبقاش فرص العمل غير من عند الدوله والشركات الكبار يعني تقدر تخدم عند ستارت اب تمشي تخدم انت عندك واحد 4000 حتى 6000 حتى 8000 ديالك في السالير في الشهر عند ستارت اب ماشي بالضروري نخدم انا عند نخدم في حكومه ولا نخدم في دي بارتيكولير اللي كبار دونك هنا المشكل انت كشخص اللي ليش بارك الله عندك الخبره في الكونطابيليتي واش ان السلف هذا راه مشكل ولا ان بصح تشوف ان الانسان تقدر انه يتعطى لي ديك 10 المليون وي اكزاكتومون صراحه انا كنشوف يعني السلف هو صراحه سلف ولكن يعني في دي زافونتاج يعني مثلا باغ اكزومبل يعني لي كونديسيون هما انك يعني تقدر ترجعهم مثلا حتى ابري دو زون العام يعني انه كافي ان البروجي ديالك واش ناجح ولا ما ناجحش وزيد عليها الا ما نجحلكش البروجي ديالك راه ما كترجع حتى حاجه من غير قبل ما كنتي كترجع حتى حاجه دابا داروا 20% من هذاك يعني لو مونطو اللي عطاوك وزيد عليها هذيك 20% يعني ولا استثمرت غير الماتيريال يعني مثلا هما شراوك ماتيريال صافي غايجيو غياخذوا هذاك الماتيريال اللي شراو ليك دونك هنايا ما انت ما خسرت حتى حاجه اوكي اللي خسروا شنو هو خسروا يعني غتخسر الوقت ديالك الا ما انفيستيتيش مزيان في يعني في كما تنقولوا في الديفلوبمون ديالك يعني هذيك لونتربرونيا علاش هما تيقول لك مثلا خصك دير واحد البيزنس بلان ولا واحد ديتود باش تقدر تاخذ هذوك يعني هذوك لارجون باش انفيستي مي الناس بزاف ديال الناس ما صراحه انا حسب التجربه ديالي لي بيزنس بلان اغلبيه ديالهم اللي كيجيو بعض المرات تتسولوا تيقولك انا براسي ما عارف شنو كاين في بيزنس بلان لكن هذا غلط ماشي غلط هذا حال بيزنس ولا بيزنس بلان يعني هو براسو ما عارف شنو غيدير في هذاك البيزنس بلان هو البروجي ديالو ما عارف شنو غيدير فيه يعني ما حاطش ليه واحد الخطه ما حاطش ليه واحد الدراسه اللي معمقه لا الدراسه للسوق اكزاكتو لا الدراسه للريسك لا الدراسه الفينونسي بزاف ديال الدراسه راه بيزنس بلان راه فيه بزاف ديال الدراسه انا كنسول شحال من يعني تيجي عندي شحال من واحد تنسول تنقول ليه قول لي شنو هما لي كونكورون ديالك في الدومين ديالك تيقول لي ما عرفتش باش باغي تحل برطات الوالدين وصراحه هذا مشكل يعني هادشي علاش بزاف ديال الناس كي مثلا هذا واحد المنظور عندي انا بزاف ديال الناس ماشي تيفضلوا يخدموا عند شركه مثلا يخدم عند شركه كبيره بلاصه نخدم عند ستارت اب علاش حيت الريسك حيت بزاف ديال لي ستارت اب يا تربح يا ما تربحش علاش حيت كاين بيان سور هذوك الناس اللي تبارك الله دي ستارت اب اللي على بال يعني انا حال ستارت اب ولكن دار سوق راه عارف عندي ديجا خبره في هذه وفي هذه يعني ما يقدر نثيق فيك ولكن انت يعني كواحد اللي غيخدم عند ستارت اب راه ما كتعرفش واش هذا السيد مون هذا ستارت اب هذا واش من هذا ولا من هذا واش السيد دار الشغل ولا ماشي دار الشغل ويعني حتى العقليه المغربيه خصها تبدل يعني انا نقدر خصني نخدم عند ستارت اب عادي يعني حيت حنا غاديين بهذيك العقليه ديال ان غنمشي عند ستارت اب واخا مثلا شركه كبيره قديمه ومشاده بلاصه في السوق تقدر تخدمني ب 3000 ونخلي ان ستارت اب لي خدمتني ب 5000 مثلا وغنمشي لهادي على 3000 حيت هادي مثلا راه ما غاديش يخرجوني وهادي باغ كونط ملي كتشوف لونفيرونمون دو طرافاي ديال ان ستارت اب راه تيكون مفتوح حتى ديك اكسبيريونس تقدر تاخذها مع ستارت اب اكثر ما تاخذها مع شركه كبيره علاش اول حاجه انت اغلبيه تقدر تكون نقولوا كاع تقدر دير بزاف ديال الحوايج في ان بوست ما نشوفوش لو كوتي ديال الصالير مي غنشوفو الكوتي ديال الاكسبيريونس ديالك نعطيك مثال انا غنخدم باغ اكزومبل كوميرسيال في واحد الشركه صغيره راه كوميرسيال في واحد الشركه صغيره ماشي هو كوميرسيال في واحد الشركه كبيره حيت كوميرسيال في واحد الشركه صغيره يقدر يدير بزاف ديال لي طاش
بزاف ديال لي طاش مثلا شركات كبيره كتلقى غير اللي جاوب على لي زابيل راه بوست بوحدو راه اللي يكتب مثلا يقدم مثلا لي دوكيمون بوست بوحدو اكسيتيرا. اما شركه صغيره مثلا كوميرسيال ولا اجون كوميرسيال لا تقدر تجاوب في لي زابيل تقدر كاع تمشي تسخر يعني تدير بزاف ديال الحوايج تقدر ميم واخا شي حاجه ماشي ديالك تقدر ديرها باش تتعلم يعني كتولي عندك لا بوسيبيليتي انك تتعلم اكثر ما انك ما تشوف في الاول ما تشوف كوتي سالاريال في الاول حاول تشوف كوتي اكسبيريونس ديالك حيت ابري ملي غتشوف الاكسبيريونس ديالك اي واحد راه تقدر تمشي تخدم عندو حيت ضروري كما تنقولوا في الاول لا سوا في لونتربرونيا ولا في السالاريال ضروري تانفيستي في لا فورماسيون ديالك وفي ليكسبيريونس ديالك حتى ليكسبيريونس راك تدخل في لا فورماسيون حيت راه التعلم ماشي غير نظري ولكن تطبيقي هو نظري مزيان ولكن ما خصوش يكون كلشي نظري وهذا هو المشكل صراحه اللي تلقى مع يعني حتى مع الناس اللي كيجيو عندي مثلا البيرو ديالي يديروا ستاج ولا هذا تلقى تبارك الله انتم ماستر ولكن براتيك زيرو علاش لحقاش ما حتى صراحه يعني انا ما تنقولش المشكل زعما لي دو كوتي حتى مثلا في القرايه ديالنا وهذا ما تيقريوكش يعني براتيك اكثر من تيقريوك تيوريك اكزاكتو براتيك يعني كتحاول تخايل وصافي فاش كنجي كيجيك وراه حنا كنتخيلوا من ليسي شي على كضرب هذا المحلول طلع احمر كنتخيلوا خضر راه هذا هو المشكل حيت حنا العالم كامل اللي فاتينا العالم اللي كان بينا قنصي العالم الاول اللي كيتعلموا بواحد القضيه سميتها ليرنين باي دوين حنا يعني كتعلم وانت كدير كدير اكزاكتو حنا راه كدير باش تعلم يعني تبقى غادي في الحياه وانت كتمنى انك واحد النهار تعطاك فرصه حيت عندنا واحد الفارق في المغرب ديال انك الا بغيتي تخدم خصك الاكسبيريونس ولا خص الا بغيتي الاكسبيريونس خصك تخدم يعني راه كتبقى ما بين هاد الجوج هادو دابا المشكله انك كتحلين كدين مثلا تفيق الصباح انا مثلا ما خدامش وما عنديش شركه وما تنفكرش اونتربرونير بغيت انا سالاري يا سيدي كنمشي كنحل لينكدين كنلقى القليله طالبين واحد 3 سنين وانا فريشمون ديبلومي راه ما راه الفارق في المغرب مشكله حتى دوك داكشي ديال فريشمون ديبلومي كيكون طايح بزاف يعني تيكون يعني ما كاينش واحد نورمالمون خص يكون المستوى ديال العمل العادي اللي مطلوب بزاف هما الناس اللي عندهم 3 حتى 5 اون القرايه عنده ما بين زيرو حتى العام ديال ليكسبيريونس حيت هادوك هما اللي كثار وي اكزاكتوم اما هما يلاه باقيين عنده ما يعطي اما هذاك اللي ضرب ديجا 3 سنين في شي بلاصه راه ما يعطيكش قد ما واحد يلاه تخرج ابيان سو ما يكونش عنده ميم اكسبيريونس ولكن واحد ديجا دار 3 سنين غيكون واحد الجهد مشالي خصوصا في لونفيرونمون اللي في العمل في المغرب حاليا كيحيد منك داك الجهد كيحيد منك ديك المحاوله كيحيد منك ديك فهمتي داك لونتوزيازم ديالك راه هذا مشكل كبير عندنا وكنشوف انا لي ستارت اب كيصلحوا شويه لان لي ستارت اب مثلا كيكون عندهم يلاه بديل ما تيبغيوش الا مشاو مثلا لواحد اكسبيرمونتي ولا هذا غادي خصهم انفيستيو مال بزاف ديال دونك واحد بيجي كبير دونك كيحاولوا يمشيو للناس اللي ولكن هادشي عاوتاني ما تيعنيش انه يمشيو لواحد ما عارف والو فهمتي يعني مثلا داكشي باش انا صراحه كنصح الناس يعني اللي تيقراو لهذا وميم طون تيقراو يحاولوا يديروا البراتيك مثلا في الوقت الفراغ ديالهم مثلا فهمتي يعني مثلا باغ اكزومبل في الدومين ديالي مثلا كونطابيليتي بلا ما تيقرا مثلا كونطابيليتي في لافاك ولا في شي ايكول علاش ما انفيستيش واحد شويه ديال الوقت ديالو مثلا يمشي يدير شي ستاج وميم طون تيقرا ولا يمشي مثلا يبراتيكي في دي فورماسيون بروفيسيونيل اللي كيوريك البراتيك ماشي تيوريك هكا باش ملي كتسالي القرايه ديالك انت او ميم طون ساليتي القرايه ديالك او ميم طون خديتي ليكسبيريونس ديالك فهمتي كيفاش يعني كاين صراحه بزاف ديال يعني معلومات غالطين يعني شحال من واحد تيقول لك مثلا انا غنشد ديبلوم مثلا انجينيور صافي اون فوا غنشد ديبلوم ديالي غنمشي نخدم مي راه هذه فكره غلطه الشركات مابقاش كيشوفوا شي حاجه سميتها الدبلوم وكيشوفوا شي حاجه سميتها البراتيك شنو غيزيدني انا في الشركه ديالي ما زيدني حتى حاجه ما تيوريك ديفينيسيون شي حاجه ما عندي ما ندير بها انايا كندوي معك اونتربرونور راه حتى لي زونتربرونور مثلا حتى الشركه كما كانت بغات تكون صغيره راه فاش غتبغي تخدم واحد نقدر نخدم انا بالنسبه لي كشخص نقدر نخدم واحد عنده نيفو باك وي افيك ماشي اكسبيريونس افيك فهمتي واحد الكاباسيتي سكيلز exactly. عنده واحد سكيلز في جيبو غيجبدهم وغيخدمهم ليا وغيعطيني النتيجه باغ كونت خلاص شحال مره كيجي عندك شي واحد ولا مؤخرا غير مؤخرا دوزنا واحد لي زونتروتيان تخيل معايا راه مثلا كيجي عندك مثلا باك بلس 3 باك بلس 5
كيجي كيريح معاك بدون زعما نو اوفنس لشي واحد، ولكن تبارك الله كيكون مثلا القرايه كتبان راه كيبان فيهم تبارك الله انهم قراو وضربوا تماره ومشاو جاو الطوبيس ومشى ضرب، ولكن عامر يعني عطيني داك المحتوى ديالك اللي غتعطيه لي انا. راه حيت انا مثلا انا راه والله ما عنديش مشكل نخدمك، ولكن راه ديما غتلقى تعرف ما دير. انا راه حيت غالبا اصحاب الشركات كيبغيو لهادي، واغلبيه الشركات اللي كيكونوا اوريونتي فيغ باك بلس 5 افيك اكسبيريونس 3 افيك نو سكيلز، هادوك هما اللي كتلقاهم ما عندهمش واحد المردوديه بحال حصاطو. كيف كتشوف كيفاش كيقلوا؟ راه كيقلوا علاش؟ بدل استراتيجي ويتفق معك فهمتي، يعني كيخدم بواحد الاستراتيجي ديال انني غنعطي الماكسيموم كيف كنقولوا بالعربيه الجهد جهد الله وغادي نبقى نضرب صباح وليل، ولكن كيتهلا في الناس ديالك. هادي باش زوينه صراحه، انا كنقولها دائما يعني كتكون خدامه بينك وما بين لو شيف ولا ما بين مول شتي، كيكون كاينه واحد العلاقه راه كتكون واحد العلاقه ديال اني غنتهلا فيك وغتهلا فيا، غنشوفك كتخدم لي نهار معايا راه غادي نجبد من جيبي وغادي نعطيك، حيت راك الرباح راه كنقسمو. باغ كونطخ شركه كبار باش تلاقى اولا مول الشهاب ما عمركش فكرتي تلاقى به، هادشي اللي كان في المغرب بعدا فهمتيني، ولكن حنا كفهمتي حتى العقليه ديال لي جون حنايا من داك النوع اللي احنا واحد صراحه لا الجيل ديالنا لا الجيل اللي مورانا والجيل اللي موراه كداري جايين مزربانين كلشي باغي، وخصوصا ان حتى زعما الكورنت المايند سيت اللي كدور في الانترنت ولاو كيبيعوا الاحلام الفارغه. يعني كتقول انا راه شو السيد هذا راه عنده هادي وعنده هادي وعنده هادي، علاش ما نديرش انا بدون هذيك المرجعيه ديال كيفاش غندير هذه هذه وهذه وهذه وهذه. واش يبعد هو يقدر يمشي يكري لامبورغيني نص ساعه يحطرك في انستغرام انت غتمشي تكفاه مع انت واحد 20 بحالك ورا دال ادسنس ديالو، يعني راك يعني راك تبقى في واحد المفارقه. يعني بزاف كلشي باغي يولي اونتربرون، كلشي باغي يولي كيدير اي كوميرس، كلشي باغي يولي يدير واحد الحاجه، ولكن حتى شي واحد ما عنده لو سافوار فير. اكزاكتومون متفق معك. يعني راه شوف، بغيتي دير اونتربرونيا ولا بغيتي تخدم ولا بغيتي دير اي حاجه، اول حاجه خصك انفيستي كما كنقولوا في لا فورماسيون ديالك. وفاش كنقولوا لا فورماسيون ماشي حتى حتى القرايه اللي قرينا راه زعما بصراحه راه ما قريناهاش ديك القرايه ديال يعني من اجل انك تقرا، قرينا غير باش دوز الامتحان وتجيب نقطه وتنجح وصافي. يعني فاش كترجع وتقرا داك الشيء يعني بانك راك باغي تقرا، تما كتلاحظ الفرق. فاش كتطبق هذوك الحوايج في الخدمه في لافي ديالك، ولا فعلا مثلا باغ اكزومبل ماركتينغ الا ولينا نطبقوه مثلا، يعني طبقوه انت وصاحبك بغيتي تقنعوه يجي يخرج معاك، راه ماركتينغ هذاك فهمتي. بيان سور انا صراحه زعما انا شوي زعما كوتش في هادشي ديال لا نيغوسياسيون بروفيسيونيل، وغالبا فاش كنمشي كيتوقع واحد الانسان غيدخل عليهم ويلبس قميجو غير ولا نيغوسياسيون سي سا، ولكن فاش كننصح لهم مثلا اول حاجه راه كنصح لهم كندخلوا من مثلا دي سيري بوليسيه كيخدموا لا نيغوسياسيون، كتقول لي واش تفرجتي في هذه؟ انا تفرجت هذه. ملي كيمشي معاك يصحاب واش مقدم وانت راه دخلتي معاه في الدار ودخلتي في العرض وقربتي للخاتمه، علاش؟ حيت راه داكشي اللي كنقراو ولا داكشي غالبا انفورماسيون اللي تديروا بحكم وطريقهم راه خصك انت تشوفها في الواقع، حيت غالبا دي ميتي ماشي بحال مثلا فوندامونتال ما كنقراكش فلسفه، ماشي حاجه في الخيال ديالك. راه ماركتينغ راه ماركتينغ في التلفاز، ماركتينغ في التليفون، ماركتينغ في اي حاجه مثلا حتى الفينونس مازال راه مشيتي عند مولحان وقرا فينونس راه فهمتيني الكريد هذاك راه ليدجر فرق راه هذا في الدفتر وهذاك في اكسل راه سي لا ميم شوز، يعني حيت كتقرب الحاجه للشخص. وتي مثلا عجبني في الكونتوني ديال قبل كاع من نخدموا اونصوم، يعني كتحط الواحد في ارض الواقع حيت حنا كسوشيال ميديا كنبيعوا الخيال راه الى جيت نبيع لك الخيال انا دابا في البودكاست نبيع الخيال، نجيب لكم محسن قبل ما ندخلوا نقول لكم محسن بيع الناس الخيال، الله يخليك اخويا ديجو تخيل في ميكرو نديو معايا اساس علاش اساس راه غادي تجي تقول لهم وغتقول لهم مثلا راه عندي كنبيع واحد لوكو غادي تولي مليونير في شهر ولا هذيك سي با ادخل خناغي سي دو نامبورت كو، حيت لا كنتي لا كان اي انسان قادر انه يعلمك كيفاش دير مليون في شهر علاش غيعلمك؟ لا داكشي اللي كنت اصلا هو علاش وعلاش غيعلمك 3000 درهم علمك بمليون رد عليا صح والشهر زايد يدير مليون اخرى. يعني بزاف ديال الاوهام في الدوم ديال اونتربرونور، وهادشي شكون اللي كيعاني منه؟ نتوما صحاب لي كونط على الكونط كيجي عندك واحد العقليه بحال تقول عقليه ديجا ما دخلاش اونتربرونور، يعني اون فوا غيحط الفلوس صافي راه
انا واحد المشكل طرا لي بحال هكا فهاد الجانب اللي ذكر سيسمان هو تخيل معايا واحد السيد هو وصاحبه كريو عندي سوسيتي الحاجه الوحيده فاش يعني يلاه مازال ما بدا مازال ما كملوش تخيل معايا شنو كيناقشوا ما كيناقشوش يعني كيفاش انهم يدخلوا الفلوس كيفاش يعني انفيستي وكيفاش لا موتيف مازال كيدابزو غير على انا ماشي انا انت درتي تسني وانا ما نسنيش انت هو الجيرون وانا ماشي هو الجيرون هادو تخيل معايا هاد النزاعات اللي واقعين ومازال هما ما بداوش اصلا تخيل معايا دابا يعني انت صاحبي مازال ما تترد مازال ترجع والو بغيتي مازال كيقول كيفاش انا نجيب نخرج طوموبيل يلا مازال ما كريش الشركه كيقول كيفاش نخرج طوموبيل بغيت نخرج انا طوموبيل بغيت نجيب اسيستونت قلب لي على شي اسيستونت عرفتي عليك تدخل فلوس وديك الساعه تفكر في الاسيستونت عرفتي شنو كنسميو حنا هادي الهلي وراك المستقله انا غير مثلا فاش خدمنا انا وياك فاش عيطت ليا الو شكون عافاك اخويا عثمان شكون حطو عيط لصاحبي قدي راه انت اخويا بديت عليه انت تبني لنا راه انت اللي غتكون زهر صافي طاش عليه صافي راه قلت لي خذ راحتك اخويا انا بس حيت دي فيتوريتي حيت اصلا حيت راه اصلا الحوايج اللي كينوض عليهم الصداع وي راه ماشي هو شكون اللي غيسني ولا شكون وي اكزاكتوم راه حيت هذيك مثلا دابا غير واحد المعلومه الناس اللي زعما ما مزربينش هاد لي بروسيدور فاش الجيرون تيكون عنده بحال تقدر مثلا تشرح لي مثلا الجيرون الادوار ديالو مثلا باش يفهموا زعما الكونتيكست ديال هاد لا دابا الجيرون بحال تقول هو الواجهه ديال الشركه مع الناس السلام عليكم يعني ولكن انت اصلا مازال ما دخلتيش باش تكون بعدا باش نشوفوا شنو هو الجيرون ولا نشوف شكون اللي سني وبعدا غدخل فهمتي هذه اول حاجه ولا شي حاجه بعدا وديك الساعه تيدوي وثاني حاجه راه كيبقى داكشي حبر على ورقه راه امتى كنتهزوا داكشي حتى كينوض المشكل حتى الله يحفظ الى هادشي الى ناض اما غالبا الشركات هادشي راه حيت انت راه خصك تكون مجموعين ضد الفايت ماشي نتوما ضد بعضيات تكونوا الفايت فوق منه راه هذا هو الصعيب حيت راه اصلا فاش كتحل زعما كتكون اونتربرونور هادي بوحدك حاجه هادي بوحدك راه بعدا انت وراسك ماشي مشكل اما فاش كتكونوا ان جروب راه خص تكون واحد الملاحظه وانا شخصيا يعني من اوائل الدروس اللي تعلمتها في حياتي في لونتربرونيا كلما كان العدد قليل ديال الشركه كلما احسن هذه ومن جهه اخرى شي الله يجعلني نديرها شي حاجه نديرها بوحدي تاخذ ليا 4 سنين 5 سنين واجعل احسن ما نديرها مع جروب امتى كنخدم مع الجروب ملي كترتاح خصك تكون انت مرتاح معاهم كاشخاص يعني باش تخدم معاهم افيك دي كومبيتونس يعني كل واحد جايب معاه ان باكاج ديالو واحد الناس اللي ما كتحاسبش معاهم وي اكزاكتوم حنا خصنا لونتربرونور ولا دخل فيها الحساب لا سيرتو في البدايات دابا البدايات راه ماشي انت عندك واحد الدور ولا هذا الدور هذا لا راه الا لقيتي هذاك السيد مثلا مريض ولا شي حاجه حتى خصك تنوض ماشي تقول لي وصافي راه ما قداليش ولا راه ما دارش المهمه ديالو ولا شي حاجه يعني فهمتي تتعاونوا بيناتكم في الاول خصكم تتحدوا باش كتنجحوا هذاك البروجي كاملين صافي اون فوا كينجح ديك الساعه راه ما دير في لي سيناتير راه ما دير تخرج الطوموبيل صراحه حسن خصك تخدم مع ناس اللي هاد القضيه ديال المستقله فاق صعيبه بزاف ماشي في لونتربرونوري عامه في امور الحياه ولكن في لونتربرونوري سي دونجور علاش هاد واحد الحاجه خطيره بزاف حيت صراحه بحال واحد الانسان اللي عمرو شد واحد لاصوم ديالو هو مثلا ملي غتدخلوا الشركه وغتعطيه واحد مثلا حتى غير في العقود ديال الشركات في التاسيس راه كتكون اون كابيتال ديال مثلا 20 مليون ولا شي هو يقرا 20 مليون خرجوا اخويا خرج يعني حيت هو راه حيت راه ما خصكش تلومو من هاد الجهه اللوم ديالو راه ما غايحلش المشكل حيت هو غير هو واحد الانسان اللي كيقلب على لو بيانات ديالو حيت راه هو هكاك يعني راه اي واحد في الحياه كيقلب على لو بيانات ديالو راه غادي يحاول يلقى راسه خلاص ولكن من ناحيه اخرى راه راسي خطيره على المشروع يعني حيت هو في اي لحظه غيبغي غير يهز فلوس من هنا يهز فلوس من هنا باش هو يدبر على راسه خصوصا شي واحد اللي كيف كنقولوا في المغرب يدهم ثقوبه راه لونتربرونور ما كتبغيش لا ما كتصحيش انا من واحد المواضيع اللي زعما نهتم ان الناس يعرفوهم كيفاش يعني الانسان يجري الفلوس الشخصيه ديالو قبل ما يجري فلوس الشركه فهمتك مرحبا انا نقدر نختصر لك هذا الشيء قبل كاع شوف راه بدات كيعني بالفلوس ديالك والمسائل في الحياه راه بحال داير سوسيتي
راه نفس الكونسيبت راه غير سوسيتي كادر جيغيديك بالوراق وديكشي وانت راه ما يمكنش انت تتخرج يعني كتخرج اكثر ما كتدخل راه ما كايناش هذه القضيه كاع في الحياه راه ما يمكنش نتايا عندك صالير ديال مثلا 3000 وكتخرج في الشهر واحد 10000 ولا 20000 راه ما كيتقبلهاش العقل فهمتي كيفاش وراه نفس الكونسيبت بالنسبه للشركه وعلاش كنهضروا على انك تدخل راه ما كنهضروش على كيفاش تدخل راه كنهضروا على كيفاش انفيستي وداك الغوتور دانفيستيسمون يعني يكون طالع شويه اوكي لحقاش دابا شنو هو دابا الكونسيبت اللي ضايع يعني مثلا راه حتى الانفيستيسمون فاش كنهضروا ماشي هو المادي كلشي مثلا في الحياه ديالنا راه انفيستيسمون الصحه مثلا راه انفيستيسمون باش كدير سبور كتحافظ على الصحه ديالك راه انفيستيسمون هذيك متساكل ماكله مزيانه هي راه انفيستيسمون يعني العلاقه ديالك مع الناس هي راه انفيستيسمون يعني ماشي نقدروا نقولوا زعما تحتاجهم وداك الشيء ولكن على الاقل راه تجلس جلسه مزيانه وتهضروا هضره زوينه راه كما تيقولوا غير نفعوك معنويات راه غوتور دانفيستيسمون هذاك مزيان فهمتي كيفاش صراحة. يعني هادشي كامل في الحياه يعني كيفاش تجيري المسائل ديالك وهذا هو انك فاش تكون غادي انا الحمد لله المهم زعما هاد القضيه تنطبقها زعما في لافي ديالي بيرسونيل في كل شيء يعني في الاخر ديال النهار كنحاول ندير واحد تي بيلون صغير فهمتي يعني واش دخل زعما اكسل في اكسل كتدير شنو هاد النهار غير باش كتعرف كيفاش غادي يعني فهمتي بحال الميزان ديالك فهمتي شحال خسرتي هاد النهار هادي فهمتي مثلا هاد الفلوس ديال لي رجون حيت دابا فهمتي دابا مثلا نتايا في المداخل ديالك مثلا بيرسونيل مثلا عندك واحد الفلوس كيخرجوا في لي رجون مثلا الله يستر مرض انسان هادي عادي كتوقع عندك مثلا دي شارج ديالك كيكونوا بجوج كيكون عندك لي شارج فاريابل وكيكون عندك لي شارج فيكس في شارج فيكس هما الكرا ديالك اللي كيكون كل شهر كتخلصهم يعني سواء جلستي في الدار ولا ما جلستيش كتخلصهم ولا مثلا الظلمة يعني كيتسمى شارج فيكس هذاك لي شارج فاريابل الا تحركتي راه كتخلصهم ما تحركتيش راه ما كتخلصهمش دونك الانسان كيحاول يدير هذا كيحاول يدير لي شارج فيكس ديالو لي شارج فاريابل ديالو او يعني لي ارجونس ديالو واحد البوشيت ديرجونس ديالو يعني يسرق عليه شي مشكل ولا هذا وديك الساعات هذوك الفلوس اللي كيبارني يحاول كي انفيستيهم في شي حوايج اللي كيعاود يرجعوا ليه بواحد يعني بواحد الربح سواء كما كنقولوا معنوي ولا مادي وانت راه غير باش انفيستي فواحد لا فورماسيون اللي باش تزيد لك لا كارير ديالك مزيان وتشونجي الخدمه ديالك راه شي يعني هذيك راه انفيستيسمون مثلا باش انفيستي في الصحه ديالك ديال لاصال راه انفيستيسمون يعني كتحاول يعني ضروري هذاك لي بارن ديالك يكون عندك كل شهر باش كتحاول تحسن من الا لاحظتي انا قريت واحد لارتيكل يعني هاد كيكوجو قال لك تقريبا اكثر من 90% ديال المغاربه ما تيبارنيوش تخيل معايا 90% عرفتي راه باش توصل لهاد النومبغ راه يعني تخيل معايا فاش تكون نتايا الله يستر طحتي اون بان ولا مرتي ولا هذا هو صراحه يعني فهمت كيفاش فهمتك ولكن صراحه انا ما كنلوم حتى شي واحد على القضيه من ديال ما تيبارنيوش من هذيك 90% حنا نمشيو نحلوا ديك نشدو ديك 90 مثلا ديك 10% تبارك الله عليهم الناس واعره 90% ديال 90% واحد نمشي واحد 30% ديالها ولا 40 حتى 40% راه ما عندوش فلوس ديال النهار تكملها بزز ترى تيتقاتل معاه وتيبدا يزر من هنا وينقص من هنا اش نعرف انا اصدقاء عائله اصدقاء دي كونيسونس راه كيكملها بالسلف شهر كيكالي على شهر الا حبس من الخدمه كيلقى راسو في كريدي حيت راه مثلا كيتسلف هذا الشهر كيجي الصالير كيحط نصو في الكريدي هذا ملي غير ايباني شي غير باش غير يخدم فهمتي يعني حيت راه الاحصائيات خصها تحلل هو راه حيت دابا هذيك 90% راه بيان سي واحد 50% ديال اولا 40% ديال راه الناس اللي بصح راه بصح عندهم ايباني غير هو تيطلق يد ولكن هذيك راه عاوتاني سي راجعه للوعي الوعي كما كنقول ماشي اي وعي المادي يعني الفينونسي
ما عندناش واحد الوعي فينونسي في المغرب. يعني الانسان ما ملي كنقول وعي فينونسي راه ما كنقولش كثير سير انفيستي في البورصه. الوعي الفينونسي راه غير فاش كتقول لك امك اجي راه ليا فلوس نجمعهم لك راه هذاك وعي. حيت راه ملي غتشدهم وغديرهم لك هنا واحد النهار كتلقى واحد المليون غتجبد عليك راه 100 درهم على 200 على 1000 درهم واش ربحتيها درتي هذه ذات هذا على تجمع القرار الفلوس علاش تجمع اكزاكتومون. ما كاينش صراحه واحد الثقافه كما تنقولوا واحد الثقافه ماليه صراحه ماشي هادشي ما يعني زعما الانسان بحال تقول غادي كيصحاب يد بالفلوس هو كتساوي كونسوماسيون. راه شحال واحد دابا كتصحاب ليه مثلا 100 مليون راه شي حاجه بقى يكونسومي فيها ما تسالاش ولكن راه غتسال واحد النهار فهمتي. اقسم لك بالله حسين وهاد كونفرساسيون دو جور دابا دو جور دابا كنت مريح مع واحد لامي ديالي قلت ليها واحد لي كونكورون ديالنا مشى دار لانيفيرسير للمدام ديالو بشي 60 مليون في ليله. قلت لها هادشي راه انا واخا يكون عندي مليار ما نديرهاش. قلت لها راه امبوسيبل. قلت لي لا راه الناس اللي لاباس عليهم راه تيديروها. قلت لها راه قالت لي راه دوك الناس راه عنده شركات اللي تدخل الفلوس. قلت لها واش كيصحاب كيهرشوا الفلوس راه واخا يكون عندك مليار في الكونت راه الا بقيتي كتخسر 60 مليون في الليله راه غتسالي راه نفس الحاجه حتى حنا اش باش تخسر 1000 2000 درهم في النهار راه غتخسر. السلام عليكم راه واحد 10 المليون ضربتها في الشهر 10 المليون ضربها في واحد 10 شهور انت ضربتي 100 فهمتي. انا راه حيت انت حنا ما كنضربوش الحساب على المدى الطويل وحنا صراحه واحد الحاجه اللي تلاحظها ما بين المغرب ديال شحال هذه والمغرب ديال دابا كان واحد الوعي فينونسي بالفطره راه الوالدين ديالنا الوالدين ديالهم راه حيت كانوا واحد النوع ديال الناس اللي كيعيشوا نهار بنهار ولكن راه كان دائما كان دي باك كان دي باك ماشي بالبنكه راس الليجه راس الليجه تتهز الليجه تبقى ادهب فوالا. علاش علاش تلقى جداوات عندهم واحد التستيفه ديال راه تحيد واحد راه تشري بارطمون في الدوحه راه فهمتي. يعني راه علاش حيت كان واحد العقليه ديال دوار الزمان حيت جاهم عام البوم جاهم فهمتيني واحد الجفاف وعاشوا الجوع ماشي عاشوا الفقر عاشوا الجوع والجوع راه صعيب ما ساهلش لا حيت الوالدين ديالنا راه عايشين بواحد العقليه ديال الفطره. يعني غاديين بواحد العقليه ديال الفطره ديال اني كنجمع بلا ما نفكر واش راه كيتقرا برا وما تيديروا قبل العقليه ديالهم بلا كالكولاتريس بلا اكسل بلا والو اكزاكتلي فهمتي. يعني كتلقاها الوالده مثلا انت تانفيستي في شي حاجه اللي تقدر ترجع عليها انفيستي مثلا في دار مع العيالات يعني كتشري الذهب الكونسيب ديال الدار ترى هذا الناس برا شي يفكروا فيه وهادي وابليكاسيون حنا راه في الدرب امك صاحبتك خالتك هادي طن واحد الدار سبعه العيالات كيشريو الدار طن هادي شرا الدار هادي شرا الدار علاش حيت كل وحده طن داش وهذا راه تقدر شي الدار هادي قبل ان نضربكم كوبي رايت اللي دير لي الفكره راه شي ابليكاسيون تسميها دارس فهمتي راه اي واحد تقدر دير معاه هذه حيت الثقافه ديالنا المغربيه تاثرات بزاف كيف قلت لك بالمشاكل اللي داز عليها المغرب اي دوله كتلقاها داز عليها المشاكل يعني بحال داز على الجريت ديبريشن ولا شي حاجه تلقى الناس ديما عندهم الا امريكا هذوك باقيين كيصرفوا بحال الكونسوماسيون طالعه بزاف وحتى السمنه عندهم طالعه بزاف يعني هما تيكونسوميو في لي برودوي ديال النهار يعني كنشري بزاف ديال الحوايج الماكله كنشري بزاف ديال الحوايج اللبس يعني ما كان انفيستيش مثلا بحال المغرب راه الفلوس فين كنبقاو كيمشيو كيشد كريدي على الطوموبيل على الدار وكيشري بزاف ديال الناس كيخسروا على هادشي ولا تيخسر على مثلا غير لافو كيشري حوايج مثلا نقدر نشري لبسه وحده غاليه بزاف باغ كونطخ مثلا في امريكا نقدر نشري بزاف ديال لي برودوي ديال الماكله بالثمن اللي طالع انا على حسب كل دوله فاش كتكونسومي وحتى هذيك لا كونسوماسيون راه كترجع لواحد لا كولتور كيف قلت لك المغرب راه مشكله الوهم ديال كلشي باغي يعيش في واحد لو ستيل دو في علاش ما كاينش تعيين في ميدان لابون اكزاكتومون حيت راه النص راه مشكله ديالو انه ما عندوش دخل والنص عنده مشكله ديال هذاك لو مود دو في اللي كيحلم يوصل ليه إلا انا مثلا ما قادرش نشري واحد الحاجه راه ما غنشريهاش نشريها تلقى لي باش ما تشريهاش راه خصك وعي فينونسي خصك واحد القناعه يعني الصحه النفسيه تكون عندك مزيان حيت راه بزاف ديال الناس راه كيحاول يعالج واحد المشاكل النفسيه عنده عن طريق باش يكونسومي حنا اشتغلت مع بزاف ديال الناس في هادشي تدخل خونا غير راه نبي مصرع كتلاقى مع بزاف ديال الناس واحد الشخص بدون ذكر الاسماء يعني كتلقاه عنده واحد النقص عاطفي كبير بزاف يعني كيحس بالنقص مع الناس
ملي كتخدم معاه انت هذاك لونتربرونيا ديالو كامله علاش دايرها؟ باش يقول للناس انا راه عندي مثلا اكس ديالي تلقى كيخدم من الصباح حتى الليل وما يتخل... ما يربحش ما كاينش ما صافيش انا دخل الفلوس ولا ما دخلش الربح ديالو كيف قلت راه انفيستيسمون ولا الربح راه ماشي يكونش غير الفلوس كاين اللي كيهمو الربح المعنوي انا ديالي هاد الشركه سميتي وعندي بيرو عندي سكرتير صافي ما تخلصش ناكل خبز والله الا بصح اتفق معاك اكزاكتوم راه كاين صراحه انا حيت كنتقابل بزاف ديال الناس كل واحد العقليه ديالو فهمتي كاين العقليه ديالو مثلا جون يلا باغي يبدا تيتقاتل ما عندوش مشكل كاين اللي مثلا باغي يدير كيما قلتي سوسيتي غير يعني ديكور صافي كاين اللي كيبغي يدير سوسيتي غير باش يمشي لبرا كاين اللي كيبغي يدير سوسيتي غير يعني بغي يجرب كاين كيبغي غير يجرب حنايا سوسيتي دار صاحبي سوسيتي حتى انا ندير سوسيتي ما عندوش فكره كاع كاين اللي مثلا كل واحد كيفاش كاين اللي مثلا سمع انه كاين مثلا شي دعم ولا شي حاجه شي يجي يدير سوسيتي تيقول بغيت ندير سوسيتي باش المهم ماشي مشكل كما كنقولوا كاع الاهداف اي حاجه كما تتعددت الاهداف ولكن الانسان حيت سوسيتي بغيتي دير سوسيتي راه ماشي بهذيك السهوله زعما ميثود سهله ولكن يعني الروتور ديالها صعيب صراحه الا ما كنتيش واعي بها حقاش دير سوسيتي مثلا وتخليها وانت ما خدامش بها راه كيتحسبوا لك ضرائب وهذوك الضرائب يعني الا بداو الا بديتي تجمعوا عليك راه تيبداو يطلعوا على المده يعني راه شي حاجه صعيبه صراحه انا واحد الحاجه اللي بغيت ندوي عليها هي الثقافه ديال الانتربرونيا ما بين شحال هادي ودابا الانتربرونيا دابا راه ولات مفتوحه للجميع وثاني حاجه ولا الناس ما عارفينش بالثقل ديالها شحال هادي راه عندي واحد الشخص العائله واحد السيد راه دابا في العمر ديال 70 سيد بدا لونتربرونيا قال لهم ما يعطوا الناس ضغمه كيقولوا هذا راه كانت مقاول وقبل منه كانت غير السيد تبارك الله راه ميسر فهمتي راه عنده شي حاجه السيد هذا تقدر تجبد لي الضرائب بحال جبتي لي كحلتي بلعب علاش حيت عارف هذاك الثقل ديال الضريبه وشحال هادي راه ما كان لا سيت ويب ديال الضريبه لا كيوصل لك بريه هذيك غوكوموندي كتحلى يا ربحت يا فهمتي يا ربحت فهمتي تتحلات هاد القام وهاد المفتوحه للجميع راه هي زوينه من جهه تفتح افاق للشباب كتفتح واحد الباب ديال الناس اللي باغيين يتعلموا ذكرناها وهادي ولكن من جهه اخرى راه انت كتدخل انتربرونيا غير بعينك مغمضين راه بحال كتقول الدوله اه صح شتني في الحبس دخلني وانا راه غادي دابا حيت راه اولا كتحاكم مع الدوله وثانيا كتحاكم مع راسك يعني حليتي شي شركه ما خدمتيش بها مشكل مع الدوله حليتي شي شركه وانت ما فاهمش وانت خدام راه كتضيع وقتك جهدك وفلوسك وكتضرب الريسك على انك مثلا واحد النهار انك يقدر يطرى لك شي مشكل مع الضريبه بيان سي عندك عامين ديكلاري فايت الديكلاري فايت الديكلاري زعما نيجاتيف ولكن راه في نفس الوقت راه مشكل يعني راه كاين تشين معايا راه كنعرف اشخاص اللي محل شركه لا جوج يعني حل اكثر من 3 4 شركات دائما فايت 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 وي يعني حتى هذا ما عندوش واحد الصوره فهمتي كما تنقول واحد الصوره واضحه ما عندوش واحد الدراسه ما عندوش واحد البيزنس بلان حيت شنو كنقول بيزنس بلان ولا يوتيوب راه ماشي ضروري تمشي لشي واحد يتصبر كتقول صبر راسك فهمتي يوتيوب ديما بيكون بين راسك فهمتي يعني عشان هي يوتيوب راه يوتيوب راه بحال كتدرس كل جانب بوحدو فهمتي كتدرس مثلا الجانب القانوني بوحدو شنو غندير في البروجي شنو هي انسب طريقه لهذا البروجي واش شركه واش مقاول ذاتي واش جمعيه واش تعاونيه عاوتاني كتشوف الجانب التسويقي هو مهم بزاف فهمتي كيفاش انا غادي شنو هي الاستراتيجي ديال مثلا ديال التسويقيه اللي غندير في هذا البروجي واش غنعتمد على السوشيال ميديا واش غنعتمد على الاد واش غنعتمد على الكلاسيك حيت كاين اللي كتصلح ليه الكلاسيكيه التلفازه ولا البانو ولا كاين اللي كيعتمد على الهضره كاين اللي كيعتمد فهمتي كيعتمد على داك التسويق اللي كنقولوا ديال الدرب ديال الدرب فهمتي هذا كيعرف هذا كيجيب هذا انا عندي واحد الكليان ناجح وما اعتمد لا لا الاد ولا السوشيال ميديا ولا زيرو درهم تخيل ماشي معتي باش هو تيدير تبارك الله الديزاين تيجي عندك مثلا السلام عليكم وعليكم السلام في الانستغرام نخدم لك كونتوني ديال غراتويت بحال هكا تيكون كنخدم كونتوني ديال غراتويت بيان سي غتقول ليه مرحبا تيخدم لك كونتوني ديالك مثلا فيديو ولا تصويره ولا هذا تيعجبك كتخدم تيخدم معك مستقبلا كيبدا يخلصك
هو كيعرف شكون غادي بهذه الطريقه يعني. كيعرف شكون يفيز يعني تخيل معايا يعني كاين هاد الاستراتيجي يعني على حسب الاستراتيجي التسويقيه اللي بغيتي تمشي بالبروجي ديالك. وصراحه انا واحد الحاجه اللي كنشوفها في 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 هذا الشيء يعني ان الانسان خصو يعرف بلاصتو في 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 السوق. حيت انا بيني وبينك راه شحال من مره شكون جالس انا راه انا كنجلس و كنقول هذه فكره زوينه غادي نبدا شي ندير هادي ندير هادي وكاين شحال من مره راه من 90% من هذوك المرات راه كنمشي تحل البيسي ديالك راه 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 كتحل الصوت شي واحد اخر دايرها هذا فهمتي فايدني فيها بزاف واحد الدرجه ديال اني غنريسكي بزاف هذا هاي ريسك كتبقى تجلس هاي ريسك لو ريسك فهمتيني واش كاينه بلاصه في السوق واش هذا بدا هذا راه بدا وبان لي في 2018 يعني راه كاين شي حاجه تما شحال مره صيفطت ميساج لشي واحد سد 2018 تلقيت شكون هو وصيفط علاش حيت راه هذاك هو الريسيرش راه ماشي بالضروري اني بزنس بلان كتعني اننا راه غادي نمشي وغادي خصني نتعلم ما عرفتش شنو هو انا غنمشي نتعلم شي علوم جديده لا راه بزنس بلان شنو كتعني خطه عمل للمشروع اكس صافي فيها كيف قلتي البلاصك في في الماركت ومن الماركت كتشوف الماركتينغ ديالك شنو اللي غيصدق عليك وشنو ما يصدقش لك الخطه الفينونسيير يعني ديالك يعني انا واش شنو شحال خصني ندير انفيستيسمون وهاش شحال ندير انفيستيسمون نيسيسير واش غادي ندير انفيستيسمون كومبليمونتير شحال نقدر نجيب مثلا انا الا ما عنديش الفلوس واش نعتمد مثلا على لا بون واش نعتمد على منحه مثلا كاين منح مثلا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على هذه النقطه هذه نيش على التنميه البشريه بغيت نسولك زعما شكون اللي خصو يتجه للتنميه البشريه شكون اللي خصو يتجه مثلا للفرصه شكون اللي يتجه للبنكه شكون اللي يتجه مثلا لي بارتيكولي صراحه على حسب كما تنقولوا يعني نتايا الظروف ديالك على حسب الظروف ديالك وعلى حسب البروجي ديالك شنو كيتطلب مثلا نعطيك مثال مثلا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هي منحه ماشي سلف يعني كتعطالك عن طريق يعني ماتيريال يعني خص يكون البروجي ديالك عباره عن ماتيريال ولكن يعني لي زانكونفين كما تيقولوا ديالو هو ان الوقت كياخذ شويه الوقت طويل تاخذ الوقت طويل التمكين اللي كيبغي يزرب كيبغي بروجي ديالو يخرج ليه فينونسمون بالزربه ولا هذا مثلا باغ اكزومبل لا بونك ولا انطلاقه مثلا كيخرجوا لك مثلا من با واحد ماكسيم واحد دو موا ولا مثلا سميتها المبادره الوطنيه تاخذ شويه الوقت مثلا واحد تقريبا ما بين 6 شهور حتى العام فهمتي كيفاش يعني كما كنقولوا على حساب الشروط ديال البروجي ديالك وكاين عاوتاني اللي كيبغي مثلا اكثر مثلا مبادره وطنيه كتكون ما بين 10 مليون حتى 15 مليون والشركات مثلا تقدر توصل 30 مليون ولا التعاون حتى 30 مليون ولكن بالنسبه للانطلاقه مثلا كتوصل حتى 120 مليون كتوصل حتى 120 مليون يعني كاين اللي يعني عنده بروجي كبير هو فهمتي خصو ان بيجي كبير ما عندوش مشكل هو واش يرد ولا ما يردش المشكل هو انه باغي الفلوس وبما انه البروجي ديالو راه تيق فيه انه خدام يعني راه يقدر يرجع هذوك الفلوس فهمتي كيفاش ولا جيتي تشوف زعما 2% بالنسبه ل يعني ان كريدي دانفيستيسمون سون غارونتي راه سي واحد اوبورتونيتي كبيره فهمتي كيفاش يعني 2% شنو هي 2% مثلا في 120 مليون راه والو فهمتي يعني الا كان البروجي ديالك حيت دابا حنا كنديروا مثلا واحد ديتيد فينونسي ديال مثلا المستقبل شحال مثلا العام الاول تقدر ترجع الشيفر دافير العام الثاني العام الثالث راه نورمالمون لو طو ديال اوغمونطاسيون ديال الشيفر دافير اللي تيكون ما بين العام الاول العام الثاني والعام الثالث راه الا ما كانش او موان دو 3% تيطلع لك البروجي ديالك في الشيفر دافير يعني راه البروجي ديالك راه مستاغني البروجي ديالك راه ما غاديش مزيان فهمتي هذا هو المينيموم ماشي المهم كنقولوش عاوتاني غيطلع بشي 100% ولا مي على الاقل يكون واحد ايفوليسيون بالنسبه يلا كتميتريزي المارشي ديالك يلا كدير بلاصه ديالك في السوق يلا كتحاول تحل المشاكل شويه فهمتي كيفاش والخطوات انا بالنسبه ليا زعما انا كنهتم ان الناس يعني العامه انا عارف ان الخطوات العامه ديال يعني في المغرب يعني شحال من واحد 91% ولا 95% ديال المغاربه ما عارفينش خطوات فتح مثلا شركه وي اولا خطوات مثلا طلب المنحه ديال التنميه البشريه هادشي راه شي غير الفكره ديال انها كاينه راه بزاف ديال الناس ما عارفينهاش اولا حنا كنشوفوها في الزنقه كنشوف واحد مول البابوش كنشوف الترونسبوراج ولكن باش عرف ان التنميه البشريه انا في شحال هذه باش يلاه بدات
تحملوا هذه برشلونة أصحاب هذه الجمعيات. من بعد عاد بيشوف نقول ريه بلاتي أنمو البابوش عندها هذه أجي نشوف. من بعد لقيتها أنها راه فرصة ديال بزاف ديال وخاصة أنها كتقيس واحد الفئة ديال الناس اللي مثلا شخص مثلا دخل الحبس وخرج ما عندوش سوق عمل يقدر يدفع التنمية البشرية أو مثلا أشخاص اللي يعني دو حاجات خاصة يعني بزاف ديال الناس اللي مثلا أنا ما نقدرش نانفيستي مثلا مع بنكة ولا شي حاجة أنا راه مهمش يعني ما واحد كاتيجوري اللي ما نقدرش نخدم عند شركة يعني واحد نسبة قليلة باش نخدم أو لا عندي ما عنديش نسبة قليلة أني تقبلني مثلا في واحد السلف يعني لا بقارنشي لا بدون فهمتك لا مبادرة وطنية تنمية بشرية مفتوحة لجميع الناس جميع الشرائح ولكن كيفاش غير هما حدين السن يعني بريسك ما تفوتش كاين كل عمالة وشنو لي كونديسيون ديالها المهم أغلبية ما تفوتش 40 عام 38 عام اكسيتيرا وفهمتي وكيطلبوا لك يعني كيكونوا شروط بيان سور يعني خصو يكون عندك داك المجال تتفهم فيه يعني عندك اكسبيريونس ما يمكنش تانفيستي في شي بروجي وانت ما كتفهمش فيه فهمتي كيفاش ويكون البروجي ديالك عباره عن ماتيريال يعني ما يكونش كما تنقولوا فوندامونتال ما يكونش مثلا سلعه تشريها ولا يكون شي حاجه مثلا تشريها مره واحده كتبقى لك حيت هما كيشريو لك هذيك الحاجه باش تخدم بها والله يعاون انت كيفاش غالبا كتلقى في مثلا كراراس تريبورتور شي حاجه بحال هكا اللي كاين حتى كاين صراحه مشاريع مثلا كاين الناس اللي الحمد لله اللي جاوا عندي داروا مثلا مشاريع ديال الخياطه تبارك الخياطه كاين اللي دار مثلا مشاريع ديال مثلا دي بيرو كيخدموا بهم مثلا داروا لاميناجمون ديال البيرو ديالهم يعني كاين اللي داروا ودرتي لهم لا كومبانيون بيان سور درنا لهم لا كومبانيون وجهناهم كيفاش غيدفعوا وبيان سور حيت ضروري الا كنتي بغيتي دير يعني مبادره وطنيه التنميه البشريه خصك تكون عندك صفه قانونيه ضروري ما يمكنش هما يعطيوك فلوس بلا صفه والفرق ديال تفتح شركه عاديه وتفتح شركه تنميه بشريه يعني خطوه ديال هذه خطوه ما كاين حتى فرق فاش كنقولوا صفه قانونيه يعني خصها تكون اوطون كو اش واش الشركه واش مقاولاتي واش تعاونيه واش يعني خصك تكون صفه قانونيه قلنا اول حاجه باش يعني انسان يدير مبادره وطنيه للتنميه البشريه اول حاجه كيديرها هي انه كيمشي لاقرب منصه الشباب اللي تابعه بيان سور لادريس ديالو في لاكارت ناسيونال وكيمشي يتسجل فيها فاش كيتسجل فيها هما تيقوموا يعني بالاستماع للمشروع ديالو يعني واش المشروع ديالو واش يعني غيجي مع مبادره وطنيه التنميه البشريه ولا لا حيت المبادره كما قلنا كتشوف معاك البروجي واش يعني بروجي يعني ماتيريال عباره عن ماتيريال ولا عباره عن سيرفيس حيت سيرفيس يقدر يحتاج ماتيريال مثلا لاميناجمون ديال البيرو ديالو ولا هذا اي بروجي المهم خير يكون عنده تيحتاج دوك ليزي موبيليزاسيون يعني شي حاجه اللي غتشريها ليه المبادره الوطنيه التنميه البشريه وتهنيه منها وهي اللي تبازا عليها البروجي ديالو وقلتي انه كيتم السماع ديالو من طرف واش دي خبراء بيان سور يعني في المبادره الوطنيه التنميه البشريه منصه الشباب ديال المبادره الوطنيه التنميه البشريه من بعد كيحاولوا يديروا يعني واحد يعني انتقاء ديال ماشي انتقاء اي واحد صراحه تيدفع تيتقبل غير هما كيشوفوا الانسان واش بيان سور واعي لو بروجي ديالو ولا غير سامع ولا غير دايز ما كاينش زعما عندهم ديك القضيه ديال بزنس بلان كاين بزنس بلان ولكن بصفه مبسطه انت خصك تكون ديجا عارف ماشي بزنس بلان راه بزنس بلان هو عباره انك انت خصك تكون عارف شنو باغي فهمتي كيفاش هو من الاحسن تكون واعي بالبيزنس بلان ديالك وعارف شنو البروجي شنو بغيتي دير فيه اما هما راه تيعاونوك باش كدير هادشي تيعاونوك باش كتقد ان بيزنس بلان اللي كتبريزونتي قدام واحد اللجنه اللي كتجي من العماله كل عماله مثلا في كازا كل عماله كتجي منصه الشباب ديالك كتبريزونتي نتايا هذاك لو بروجي ديالك ديك الساعه هما واش كيقبلوا ولا تيرفضوا وهما تيعلموك كيفاش تبريزونتي وتيعلموك كيفاش توعى تيديروك واحد لا فورماسيون كيفاش توعى بهذاك لو بروجي ديالك وتعرف ما لك وما عليك فهمتي كيفاش ولكن انا صراحه زعما انا بالنسبه لي في 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 مثلا في مشاريع التنميه البشريه هو الصراحه انا جو بونس من وجهه نظري المتواضعه هو احسن مشروع للتنميه ديال الشباب في ناحيه الانتربرونوريا حيت كتقيس واحد الفئه اللي محتاجه الانتربرونوريا بواحد الدرجه كبيره حيت انا كنشوف دي موديل دو ديكونومي بحال
بحال اليو اس مثلا ولا الغوب، شكون هما الناس اللي بناو مشاريع اللي طلعات؟ انسان اللي اكثر واحد حاجه ليه، وناس اللي مثلا تنقولوا لهم بلو كولر، يعني داك الكول زرق. كول زرق شنو كيعني؟ كان كيلبس طابليه زرقاء، يعني خدام، يعني فهمتي لي زوفري، يعني حيت شبناها من التحت، شاف التحت عاد طلع عرفو. اما الناس اللي حيت راه هذاك يعني قريب لدي دومين اللي فيها الفلوس الكثار من واحد اللي حنا مثلا فاش نعطيك مثال، حنا قرينا في دي زيكول دو دو ماناجمنت وداكشي، لا انا لا لي كوليك ديالي حتى شي واحد مشى انفيستي وحل مثلا محل الصدور ولا معمل الصدور ولا معمل الخياطه ولا شي حاجه. على ليميت كيحل دي بروجي دو انتي دو اكونبانيمون، بروجي دو مثلا دو كونسلتينغ ماركتينغ ديجي، ممكن يحل شي حاجه لي فوندامونتال، ولكن دو ليكونومي الانعاش ديالك كيتم عبر مثلا نحل كيف قلتي معمل الخياطه، نحل مثلا على ليميت امبور اكسبور ديال واحد ديال مثلا شي حوايج. يعني مثلا هاد التنميه البشريه كتقيس واحد المشاريع اللي ما كيقيسهاش انا جابونس بزاف، حتى كونسي كدعمو غير هو، ما يمكنش انت ما يمكنش هما يقبلوك بحال قلت انفيستي في شي بروجي وانت ما عندكش اكسبيريونس فيه، حيت راه ما يمكنش انت مثلا تانفيستي في شي حاجه وانت ما كتفهمش فيها. يعني ضروري خصها تكون عندك واحد المعرفه ولا تكون عندك على الاقل دي فورماسيون. فهمتي كيفاش؟ مثلا انا يعني مثلا انا بغيت انفيستي، واخا نقدر نجيب كاع شي شخص مثلا يخدم معايا هو اللي كيفهم، ولكن راه البورسونتاج باش تنجح هذاك البروجي راه تيكون قليل شويه، حيت هذاك الانسان اللي مشى لك مشى للبروجي. فهمتي كيفاش؟ اكزاكتومون. دونك بحال كتقول لي انت يا بغيتي تفتح مثلا كابيني ديال الطبيب وانت ماشي طبيب، ماشي طبيب راه امبوسيبل. فهمتي؟ واخا ماشي انت اللي غتخدم، وراه بحال هكا كيعمموها. دونك كما كنقولوا كاينين دي مجالات مثلا خدامين وما خدامينش، هو صراحه في هذه النقطه هذه نقدر نقول راه اي مجال خدام، غير خص كيفاش تعرف انسان يسوق عليه. فهمتي كيفاش؟ راه اي مجال خدام واي مجال كما تنقولوا كتبازا عليه ليكونومي. فهمتي كيفاش؟ نعطيك مثال، حيت دابا مثلا واحد السيد كيبيع مثلا غير فصاري انه كيبيع مثلا غير فراشط، ياك هذاك السيد ملي قلنا كيبيع الفراشط، يعني شنو هو مثلا باش انه مثلا يوصل لواحد الشيء في خضافه، يكفي انه هذاك لو نومبر ديال الفراشط اللي عنده غيبيع واحد لو نومبر ديال الناس اللي غيشريو هذوك الفراشط، يعني هو حقق واحد الخضافة. يعني بحال هكا نقدروا نعمموها على، حيت ما كت حيت دابا باش انك مثلا تمشي مزيان في الدومين ديالك راه ما كيتبازاش على الستركتور ولا هو البوزوان كاين كما تيقول اي حاجه راه عندها الناس ديالها. فهمتي كيفاش؟ مي كتبقى في الطريقه ديال التسويق، وكيفاش انا نتميز على هذوك لي كونكيرون. انا حيت كاين كما كنقولوا المارشي فيه دي بار، فهمتي، فيه حصص مارشي. مثلا نعطيك مثال، دابا انا فتحت قهوه، فهمتي، فتحت قهوه، الناس اللي مثلا اللي باغين قهوه راه كاينين. فهمتي؟ ولكن على شكون يعني مثلا كيفاش هذوك الناس يجيو للقهوه ديالي وما يجيوش لواحد القهوه اللي حدايا؟ ولا يعني انا كيفاش نجذب ناس بزاف؟ باش نجذب انا ناس بزاف هنا كندخل واحد الاستراتيجيه ماركتين، يعني خصني نتميز على هذوك الناس اللي حدايا. فهمتي؟ نقدر نشوف مثلا شي واحد ناجح، هذه ما فيهاش مشكل، نقدر نشوف هذا شي واحد ناجح ندير بحاله ونزيد كيلكو شويه شي حاجه اختلافات باش نزيد نولي حسن منه ويجيو عندي الناس انايا. فهمتي كيفاش؟ يعني فهاد الشيء نقدروا نعمموه على جميع لي دومين. فهمتي؟ سوا راه ماشي ضروري ان نتايا مثلا غير انا كان عندي واحد السيده اكزومبل جات دارت عندي سوسيتي، شنو كانت كدير؟ تخيل معايا، كانت كطيب في العراسات، كطيب يعني كطيب دجاج، كطيب كيعيطوا ليها السيده كطيب كتمشي بحالها. جا ولدها تبارك الله يعني قاري شي شويه هادشي ديال الماناجمنت وهذا، قال لها الوالد بقى خدام بهذه الطريقه هذه وانت في يدك الحرفه وهذا، وتبارك الله كتميتريزي الحاجه، انا ندير شركه وانا نوجهك الوالد. تبارك الله عليهم الشركه ديالهم يعني ديال التريتور وهذا تلوصات بزاف، يعني شنو ولاو تيديروا؟ يعني ولاو كيشدوا، ولاو تيبيعوا مثلا دي يعني غير من الدار تيبيعوا دي غوبا من الدار، بزاف ديال الحوايج. وتبارك الله يعني وصلوا لواحد راه مثلا مهضرلكش انا، وصلوا يعني شي فخضه فيه صغير، وصلوا شي فخضه فيه كبير، يعني ما بقاتش الوالده ديالو هي اللي كدير هذا الشيء، ولات كتجيب بنات تتعلمهم، فتحوا بزاف ديال الفروع في المدن،
ولاو كيخدم لهم لي فريزون مزيان ولاو كي هما كيديروا دي فورماسيون لي 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 الناس لي تريتور الاخرين كيديروا لهم دي فورماسيون. يعني كما كنقولوا راه اي مجال راه يقدر الانسان يمشي فيه، راه ماشي ضروري واحد دومين اكزاكتومون. هو الدومين مثلا ديال الكونستركسيون ولا ديال شي حاجه اندستريال، هو راه شي معروف في العالم، هو يعني كما تنقولوا هو اللي مطلوب بزاف. ولكن هذا ما تيعنيش ان المجالات الاخرين مسدودين فهمتي. ماشي انا مثلا انا بغيت انفيستي في شي بروجي خصني نمشي نتعلم ليه عاد انفيستي، واخا نعرف غير الاقل لي باز ديالو باش يعني ندير ستاج عند شي واحد فابور اكزاكتومون. وانا صراحه انا صراحه في لونتربرونيال جينيرالمون فاش كيجي عندي شي واحد مثلا، خصوصا فاش كيجي عندي شي واحد في لينكدين ولا تلقى مع شي واحد كيسولك، انا كنقول ليه كاين جوج حوايج، واحد جوج ديال الفورا خصك تعرف. كاين لي سكيل اللي خص يكونوا عندك وي ولي تريت ديال بيرسوناليتي اللي خص يكونوا عندك. تريت ديال بيرسوناليتي يعني شنو شي حوايج خصهم يتربوا في لي بيرسوناليتي ديالك اللي خصك تولي خدام عليهم. يعني اولا يكون عندك القلب ديال التحمل الخساره، تحمل الخساره اكزاكتلي. خصك تصبر، خصك تشوف فلوسك كتمشي كتلاح كتلاوه ومع ذلك تصبر. ثاني حاجه خصك لي زعما لي بيرسوناليتي هيومان ديالك مع الناس خصك تعلم تصبر فيها. وي متفق معك. يعني مثلا عندك خدامه، عندك حيت اولا كاين الخدامه اللي كيكونوا توجور عندك، وكاين كاين لي بيزنس اللي كيطلبوا ان مره يكون عندك دي فهمتي ناس اللي كيخدموا بارفو. يعني مثلا غير خصك تعرف تعامل من المانجر ديالك اللي حاطو تيخدم لك شي مانجر ديالك حتى الفوند ميناج. وي يعني الكابابيليتي اي ما راه دابا مثلا فاش كنقول لك تجيك سهله، كاين بزاف ناس يسمعوا واش نتعامل معاه، ولكن راه كلشي عليها حيت راه حتى ديك فوند ميناج اللي انت تقدر تحكرها تقدر تسد لك المحل. ما خصلاتكش شي حاجه انسبكتور خويا عندك المشكل سد الريد اكزاكتلي. يعني هذاك ما تطيح من حتى شي واحد وما تكبر حتى شي واحد، حيت اي واحد تما يقدر يسد لك المحل، اي واحد يقدر يخسر لك الصوره ديالك اكزاكتلي. ثالث حاجه وهي واهم حاجه الكابابيليتي، انك تتعلم دائما، التعلم المستمر. يعني انك دائما كونتربرونور راه كنعرف دي زونتربرونور اقسم لك بالله في دي سيمينار كنتلاقاو هذه كريح معاك. انا دابا انا راه في العشرينات ديالي، الناس في الستينات ديالهم واش يقول لك اخو اسيدي سيدي تما غادي نتعلم منك. انا كنحشم صح والله، انا كنحشم اخويا انا راه انت راه ولد قدي ولادك راه خدامين معانا. ولكن هو راه علاش؟ حيت عاش واحد الفكره هذاك، راه عاش واحد الوقت اللي تبارك الله ودابا تيريح معاك، يقدر يعطيك واحد الخبر اللي تحل البيت ثلاثه ديال لي بيزنس ناجحين كاملين. ولكن هو علاش يامن باللي راه يقدر معلومه منك تقدر تبدل ليه كل شيء. والمعلومات راه ماشي ساهله. انا بالنسبه ليا راه المعلومه ولا فورماسيون راه اغنى واغلى بزاف من مثلا علاش هذيك الكلمه ديال هذاك المثل الصيني تيقول لك لا تعطيني سمكه علمني كيف اصطادها. راه منين كيمشي كياخذ تيقول اعطيني اخويا الفلوس انا خليني المعلومه، ولكن المعلومه تقدر تجيب لك دوك الفلوس دورين في 10 تفق معك فهمتي. حيت هذيك واحد الحرفه اللي تعلمتيها ولا واحد لا فورماسيون ولا خديتيها وعرفتي تخرج منها شي حاجه صافي قطيشيه. ورا خلوها جدودنا قال لك الحرفه الا ما غنات ستر. راه ماشي كنهضروا الحرفه يعني صناعه تقليديه ولا شي حاجه ما تربطوا بصناعه تقليديه. أي حرفه اي حاجه كتميتريزيها نتايا راه ماشي ضروري تكون قرايتك ولا هذا، راه غير شي حاجه كتميتريزيها تقدر تسكيلي فيها وتبدع فيها. راه مثلا نعطيك مثال، تخيل معي واحد السيد المجال ديالو بعيد على الدومين اللي داير دابا في الشركه ديالو، ولكن تعلم ليه هو المجال ديالو، هو قاري ضروه تبارك الله ماستر فهمتي، هي ما يدوز في يعني في الكونكور هي ما هذا. ولكن قبل في الصيف كانوا كيجيو مثلا شي دراري في الدار تحتهم كيصاوبوا بحال تقول كيصاوبوا القبس ديال الدار الصباغه هذه، تيقى ميدي كيمشي تيتعلم معاهم، تيبقى ريح معاهم تيتعلم. واحد النهار صافي قال علاش انا ما نديرش شي سوسيتي ديال هادشي ديال لاميناجمون. دابا الحمد لله عرفتي تخيل معايا ملي طوب يعني اللي كيديروا لاميناجمون في المغرب تبارك الله تبارك الله، يعني ولا تيعيطوا ليه تبارك الله دي زوتيل كبار، هو كيدير لهم كيجيب ليكيب ديالو كيديروا لهم لاميناجمون كيديروا لهم الديزاين انتيريور، واخا بعيد على الدومين ديال ما قاريش هو اوتون كو دي بلون قاري بحال فاهمو اوتون كو براتيك. يعني غير هذيك مثلا ديك الشهرين ديال العطله اللي ما كيمشيش يعني ديال الصيف اللي ما كيمشيش يقرا كل عام شهرين ديال الصيف، كل عام شهرين ديال الصيف خدا هذيك الحرفه
ولات هي كما تنقولوا الرزق ديالو. فوالا وانا صراحه جاني انا شحال من واحد كان كياخذها غاضة حكوته تيوصل. وثاني حاجه قلتي بنادم كياخذ زعما ديك الحرفه كحاجه يعني كصناعه تقليديه وراه ماشي صناعه تقليديه حتى الجهه الاخر. حيت بنادم فاش كيسمع كلمات اونتربرونيا وكيسمع مثلا الام بي سي اسمو كيسمع الكلمات وكثرش ما تسمعو حيت اولا كيمشي كي بزاف ديال الناس راه عاقل تيقول لك احلام فارغه وداكشي وما فيهش فلوس فيها صداع الراس وبزاف ديال الحوايج ترا خلى بزاف ديال الكوميديان كيبقاو يضحكوا على دوك لي بودكاست ديال لي زونتربرونور. وي اخويا انا بديت من الزيرو با كان كيعطيني 4500 درهم صافي سكيلسز هي هذا اخويا تبقى يقول لك انا راه درت هادي ودرت هادي. علاش؟ حيت راه كتبدا تنفخ من راسو في الخاو. صح متفق معاك. علاش؟ حيت علاش قلت لك انا مثلا التنميه البشريه ولا قلت لك حيت الفئه المستهدفه كبار من دوك الفئات المستهدفه في شي حوايج باش كيف قلتي هذه كانت كطيب العراسات. طيبه العراسات راه كاينه طيبه العراسات بزاف الدروبه. اي غتسمع او طيبه العراسات هذا راه كنعرف ديك مثلا الحاجه هذه نمشيو نديروا معاه شي حاجه وانا علاش؟ حيت كتقرب للناس كتهبط لعندهم. يعني حتى المنابر الاعلاميه ديال لونتربرونيا حنا راه فهمتي راه امتى كان عندنا علاقه كشباب بالايكونومي هي في ديك الموجز ليكونومي اللي كيدو صغير وكلشي كيتفرج فيه وديك ميزونكور صافي ولا وكدوز من حدا ديك الكيوسك كتشوف شي جريده ديال البورصه اما الوعي ليكونومي الفئه الكبرى راه كاين عاد ولات دابا مؤخرا. يعني كان كاين صناع محتوى اللي كيعطيك كيقربها لك للشباب الصعيد. اما راه شحال هذه اقسم لك بالله. يعني انا قبل من بدا الدراسه ديالي في الماناجمنت ولا في الايكونومي ولا في الماركتينغ راه ما كانش عندك حتى شي فكره. وحتى الوالدين ديالك الا كانوا زعما ناس بعاد على الدومين راه ما تفهم حتى شي حاجه. يعني انا بالنسبه ليا كيف قلت لك البيرسوناليتي تريز ولكن راه حتى السكيلز راه خصني انسان يخدم عليهم. يعني راه كاونتربرونور وخا تكون الله يجعلك كتبيع على البيض خص يكون عندك الماركتينغ فينونس منك ماناجمنت منك هادي. عشان شحال من شي يقول لك راه الاونتربرونور راه ماشي هو اللي كيخدم قل منين من شركه تخدم 8 ل 12 جوج 6 وراه كيخدم 8 12 جوج 6 6 8 6 12 حيت علاش منك انت ماركتينغ منك تصوير منك صناعه المحتوى منك تلاقى مع الكليان منك الايغاج كدير لي زونتروتيان منك هادي منك هادي وهادي من التشويز اللي خص يكون عندك ديال انك ما تقولش انا صافي انا غندير هادي وانا مول شي انا شحال من خدمت مع فونتربرونور غير يسدري دوباش عزيز عليه يدخل المحل ديالو ويدير يدو يجيب بحالك ويدور يشوف تبارك الله عليكم راه الا بقيتي كدير بحال هكا غتجبد يدوك وتبقى تحط الفلوس يشكولك جيبك وغتخرج بوال. حتى الفكره هذه اللي قلتها السي عثمان قوسين مثلا شحال من واحد تيقول مثلا جيب ايكيب هي تخدم وانا جالس. لا راه ايكيب لاش كدار راه ماشي كدار باش انا نربع يدي وبقى نشوف فيهم نو ايكيب كدار باش كنزيد لا كاليتي ديال الخدمه ديالي. مثلا انا كنت مثلا باغ اكزومبل انا كنت كنهضر مثلا ولا كنجيب مثلا 5 ديال لي فونت الا زدت ليكيب خصني نولي نجيب 50 ديال لي فونت. يعني انا زائد هذوك ال 50 زائد هذاك ليكيب ديالي. اما الا حيت شحال واحد تصيب شي غلط كيسحب ليه دابا صافي انا مثلا بقيت كندخل ولا مازال ما بغيتش ندخل صافي غنجيب ليكيب ديالي هي تكلف انا ما غادي ندير والو. فكره غلطه واصلا كما تيقولوا راه ما كيحكلك جلدك هضفرك. يعني انت فاش كيكون البيزنس ديالك راه كيكون شي كليير راه كتشدو راه ديك النفس اللي كتكون عندك على البصره ديالك راه ما عندها حتى شي اكزاكتو حيت هذيك راه هما كاملين جايين بهذيك العقليه ديال انا مخلص اي راه مخلص خرج راه غندفع جهه اخرى. ولكن انت راه اللي غادي ملي غيوصلك لي زامبو ملي غيوصلك واش انت غيعقل لك شي واحد راه داكشي انت راه غتحيد من اللحم ما كتشوف بيه حوايجك وغتخلص ولكن هو راه غادي للدار شابع في كرشو. يعني راه هذه عقليه صراحه كتخرج عندنا بزاف كاع كتخرج عندك كتهلكهم في صحتهم في العقليه ديالهم في المشاكل ديالهم. علاش؟ حيت راه الا مشيتي بهذيك العقليه ماشي غدير غير فايت راه غتبقى دير فايت مره اخرى حيت راه امتى حيت راه امتى الشركه كتبدا ديك العيبه ديال مول شي ما كيجيش كتصل واحد حيت كاين الشركات كيمروا بمراحل وواحد المرحله سميتها الماتوريتي تاع في الشركه. انا كتصل واحد ستابيليزاسيون كدير سميتك في السوق
كيوليو الناس عارفينك واخا انت ما تحضرش يعني انت ماشي واخا ما يجيش راه تلقى خدام عاوتاني بجهه اخرى بجهه اخرى ولكن عشان باش توصل الشركه الماتيغيتي راه مينيموم 5 مينيموم صعيب توصل الماتيغيتي انا راه حيت تولي سميتك في السوق وتولي يعني عندك واحد الورك فلو يعني واحد الخدمه كتعاود يعني هي نيت كتبقى تعاود وكتدير واحد الروتين اللي كيبقى غادي به هذيك باش توصل راه بنادم كيسحب راه مع حريدو مع يولي الخدمه غادي ترى كتحل العام الاول العام الثاني وتحل هذا الفرع وديما ديما كاين انفيستيسمون الا كانت الفلوس داخله راه الا يا اما غتانفيستي غتوسع ولا هذاك الريدو غادي يبقى غادي وكينزل عاوتاني يعني راه هنا لونتربرونيا فيها تمار ولكن انا زعما نعطيك واحد الخلاصه اللي نقدر نعطيها لاي واحد الا ما كتحس بحلاوه لونتربرونيا ما تدخلش عليها على قبل الفلوس الله يرحم لكم الوالدين هذا نداء اي واحد بغى يدخل لونتربرونيا غير على قبل الفلوس ما كتحسش بحلاوه الانفيستيسمون راه والله ما غيعجبك الحال وتقدر انت دير راسك اكثر ما تنفع وي اكزاكتو راه نهار غتحس بحلاوه لونتربرونيا غتعرف علاش ان الناس ما كيخرجوش منها واخا يدير فايت كتلقاه نايض وكيعاود يخدم وي متفق معك كيمشي يدير الصالاري يدير الصالاري يخلص لي ديت ديالو ويعاود يحل ريدو اخر فلوس الصالاري علاش حيت راه كيحس بديك الحلاوه ما كيلقاش ديك الحلاوه في حتى شي حاجه اخرى اكزاكتو اما الناس اللي كيدخل على قبل الفلوس راه انت السي محسن كتعرف مع النهار الاول كيبان لي فلوس ما داخلاش الشهر الثاني كيبان فلوس ما داخلاش كيديك لا ريفاي شي ما كاينش شي ما منوش كيسحل مثلا شي واحد اللي كيمشي تريني في لاصال الا مشيت كتقول مثلا في عقلك كتبان لي الريزولطا ما بانت ليش الريزولطا الشهر الاول الثاني الثالث صافي حيد عليا هادشي ما خدامش لا مثلا لا كونتينيتي يعني كتخليك باش تبان لك لا ريزولطا راه نفس الشيء بونس دو لونتربرونيا فهمتي راه الشهر الاول الثاني الثالث الرابع عام عامين فهمتي ولكن هادشي ما كيعنيش عاوتاني انك الا كنتي غادي في الفشل تبقى غادي في الفشل لا خص واخا هادشي خص انسان عاوتاني يبدا يعني يبدا يشوف هذاك الشيء لوجيك يعني يحط الحسابات ديالو يغير ماشي انت غادي بنفس الخطه وبغيتي وعرف الخطه مثلا ما خدامش كما تبقى غادي غادي قالها اينشتاين قال لك تدير الحاجه جوج مرات بنفس الطريقه وكتسنى الريزولطا تعطيك كتسنى غاب كتسنى غاب وانا صراحه باش ما نكذبش عليك انا راه كاين بنادم اللي من النهار الاول في لونتربرونيا ديالو باغي يدير كلشي بالانفيستيسمون والفلوس انا راه انا في اول مره انفيستي راه كانت عندي 17 عام اول مره درت بروج ما درت ما مشيت عند كونطاب ما درت اكومبانيمون والو انا حتى مشيت دخلت حليت البي سي حليت لومبيك لومبيك اللي ما عرفتش لومبيك هي اللي كتقيد فيها السميه ديال الشركه ديالك باش تاخذ الرخصه كتاخذ لا سيرتيفيكا نيجاتيف اللي هي ديال تاخذ السميه انا قلبت يوتيوب واحد السيد الله يجازيه بخير ديك الساعه في يوتيوب وتنتفرج فيه اشرح لي الخطوات لومبيك راه كان ديال واحد السيد ديال لومبيك بقيت قيل طق 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 عمرت هادي النيجاتيف ومن زهري دابا راه حد الان ما عرفتش كي درت لها من زهر الاول النيجاتيف مع عمرتها ما خرجت لي النيجاتيف صافي خرجت لي النيجاتيف البروجي بديت غادي فيه بديت ديك الساعه دير مع واحد السيد تنكري عنده البيرو بالنهار نهار كيكون عندي كليان كان كريبي يعني بشويه بشويه حتى كتعلم ان بزاف ديال الناس كنشوفهم دابا من النهار الاول باغي يشري بيرو باغي يشري بيرو واخويا حنا درنا تلقى ناس اللي طولوا في الدومينات ومازال يعني علاش حيت راه تتقضي بداكشي اللي عندك حيت لو بوت في لونتربرونيا هو انك تكري شي حاجه اللي غتخلق لك زعما واحد المردود يعني بغض النظر على مثلا لونتربرونيا سوسيال اللي مهتمه بها إيناكشوس بزاف في المغرب وفي العالم هما الوحيد اللي كيخدموا لونتربرونيا بوغ ان بيوت سوسيال يعني نون فور بروفيت ماشي نون بروفيت يعني انني كندير واحد المشروع باش نوصل واحد الهدف اللي المشروع كيحرك راسو ولكن انا ما كندخلش كنخلص راسي صالح اما بغض من غير هذوك لونتربرونيا سوسيال راه اي هدف راه ماشي بالضروري ندير محل الا كنتي كتدق الفلوس من البيرو ديالك في داركم من بيتك من ناموسيه ما عندك ليش دير شي حاجه اخرى صح فهمتي وعلى ذكر نيت لونتربرونيا سوسيال هي من واحد العوامل اللي خلات لونتربرونيا تشهر في المغرب حيت مشاو لواحد يعني واحد الفئه اللي مهتمه بلونتربرونيا هي الشباب الطلاب اللي مازال تيقرا ناقشوا صرات تلقاها دابا في شاك فاكولتي وهي انا راه من ديك الساعه تلاقيت بالفريق ديال إيناكشوس في نفس الوقت اللي بديت فيها لونتربرونيا يعني فاش يلاه بديت 17 عام بديت لونيفرسيتي في 18 تلاقيت بإيناكشوس حليت الفريق ديال إيناكشوس في لونيفرسيتي
وكيحلوا لك واحد الافاق اللي ذكرتيها هي لي فورماسيون. لي فورماسيون يعني انت راه كتخدم لونتربرونيا سوسيال كتخدم لي بيت ديالهم وفي نفس الوقت كيخدموا كتعلم واحد هادشي ديال بيزنس بلان كتخدم واحد يعني كتخدم واحد الامور اللي الناس كيخلصوا على سبب الفلوس. وي وي فهمتي وي ولكن او ميم طون راه لونتربرونيا سوسيال الناس اللي ما كيعرفوهاش هي انك ما انت كتبقى سالاري تقدر تكون سالاري في الشركه ديالك. علاش؟ حيت انت هذاك الهدف ديال داك المشروع اللي كتحل تيكون في واحد ديال 12 الاهداف ديال اليو ان يعني يونايتد نيشنز. يعني واحد يعني مثلا تحيد المجاعم العالم ولا الاهداف بيئيه ولا شي حاجه. وشفنا بزاف ديال الناس يعني جو بونس انت تلاقيتي مع بزاف ديال الناس ديال اناكتوس. تقدر تعطينا مثلا تجربتك مع الناس ديال صراحه التجربه ديال الناس ديال اناكتوس يعني تجربه زوينه صراحه. كاين بزاف ديال الناس كيجيو مثلا كيحلوا مشاريع اللي كتعاون يعني سوسيال وميم طون يعني كيدخلوا بها يقدروا يدخلوا بها يقدروا ما يدخلوش بها. المهم الهدف ديالها هو سوسيال. مثلا يعني كان جاو عندي واحد الفريق كانوا داروا واحد البروجي في يعني في القرى ديال مثلا تربيات مثلا المواشي وكاين اللي دار تربيه يعني وهذاك دوك المواشي يعني داك لي ديشي ديالهم تيحاولوا يحولوا لدي يعني اسمده باش كي يعني كيستافدوا لي دو كوتي. حيت مثلا يعني كاينين مثلا عندهم يعني شجر يعني يديروا لنا يعني الخضار وداكشي اللي كيزرعوا كيحاولوا يستافدوا منه كسماد. يعني كاين تبارك الله بزاف الافكار جاوا عندي وحاولنا نقادوا لهم يعني ستاج في جيري ديك ديالهم وشنو الحاجه اللي تلق لهم. حاولنا نقادوا لهم يعني لي كونطرا اللي يكونوا بيناتهم باش كتكون كلشي على يعني على ورق. والحمد لله يعني اغلبيه ديالهم تبارك الله كتلقى عندهم واحد الوعي بعدا قبل ما يجيو يديروا يعني عارفين شنو باغيين يديروا. انت يعني كتسولهم كتلقاهم ديجا واعيين ديجا عارفين شنو هو البروجي اللي باغيين يديروا. حيت كاين داك لي فورماسيون اللي كياخذوا كيخليهم انهم يكونوا حيت الاناكشوس راه عسكر فهادشي ديال لونتربرونور. انا فاش كنت تما راه البوت كامب سنيت فهمتي كتمشي عندك 30 سكوند عطيني اليفيتر بيتش. اليفيتر بيتش هي انك عندك واحد 30 ثانيه ولا انك تشرح لي الشركه ديالك كامل علاش داير. وعلاش حيت اليفيتر بيتش جات من ديك الفكره ديال انك بحال طحتي مع شي انفيستور في اليفيتر يعني في اسانسور وعندك 30 سكوند مثلا ما بين سوسول حتى 5 ميطاج. هذيك 30 ثانيه اللي عندك ديال طلع خصك سبيتشي ليه. هذاك هو الاليفيتر بيتش. وكيعطيوك الاليفيتر بيتش تريني عليه مزيان حيت الا قدرتي توصف الشركه ديالك في 30 ثانيه وي راه تقدر توصفها في ساعه. علاش؟ حيت عطيتيني العامر عطيتيني الاخر. وهذيك 30 ثانيه راه ما غاتبقاش تقول لي راه غنمشيو نشريو الوراق وغنبقاو نجيبو هادي وغنمشيو نشريو هادي وغندير. لا غتقول لي حنا غنمشي كيف قلتي تربيه المواشي لي ديشي ديالهم غنعلبهم وغنبيعهم وعندي صافي سالينا كاري. وهاد لي نوع دي فورماسيون خدات واحد الفئه ديال الشباب يعني قدرت دي فاكولتي بيبليك يعني الناس اللي تقدر تكون من طبقه المتوسطه حتى الفقيره يعني الناس اللي ما عندهمش الاكسي لي فورماسيون جينيرال. يعني هذا بحد ذاته يعني خدا واحد المنعطف ديال ان بزاف ديال الناس الاغلبيه ديالهم مثلا انا شخصيا وبزاف ديال الناس اللي كنعرف اناكتوس ما كملوش في لونتربرونيا سوسيال ولكن كان عندهم واحد الباك جراوند اللي خلاهم يكملوا في لونتربرونيا بواحد الطريقه اللي تلونساو فيها. وي وي بيان سور. بحال دابا مثلا انا صراحه ملي بديت كنتفكر انا قبل ما نكون زعما اونتربرونور كنت كانفيستي بزاف لي فورماسيون بزاف لدرجه ان تقريبا نص ديال الصالير ديالي تيمشي ليا في فورماسيون. تتبان لي شي فورماسيون سواء اونلاين سواء بريزونسيال واخا الدومين خارجي على الدومين ديالي كنمشي نديرها. يعني مثلا حتى لي فورماسيون غراتويت مثلا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه انا اوتون كيفاش كنت صالاريا تسجلت فيها وكنت سجلت فيها ماشي صراحه انا غير تسجلت بها حب الاستطلاع وصافي. والحمد لله لا فورماسيون ديالها فاتني بزاف واخا ما يعني ما درتش البروجي ديالي عن طريقها ولكن استفدت يعني من هذيك لا فورماسيون ديالهم. حيت ديك لا فورماسيون بيزنس بلان بروجي ديالك بحال كتبدل العقليه ديال الصالاريان مع اونتربرونور. عاوتاني انفيستيس في لي فورماسيون يعني شنو هي الغايه؟ انا كنقول كاع هاد الناس علاش مصدعين راسهم كاع اونتربريز هادي حتى تشد صالير مزيان في الشهر بقى في هذا. ولكن لقيت بان هذوك الناس يعني كما قلتي واحد
بحال تقول اول حاجه يعني عندهم كما تيقولوا واحد تلقاو واحد الدفع هذا المجال. ثاني حاجه انسان صراحه بحال المهم الناس اللي ما تيكونوش معتادين على الروتين ولا هذا تيلقاو راسهم في هذا المجال هذا وسيرتو الناس الشخصيات اللي كما تيقولوا كيبغيو يبدلوا ما كيبغيوش يعني كيفاش الروتين الروتين اكزاكتومون تيبغي يكون عنده واحد واحد شي حاجه في المجتمع يبغي يوصل ليها فهمتي كيفاش وصراحه زعما انا حتى في الدومين مثلا ليتيرير اللي دخلت ليه ولا شي حاجه عاوني لونتربرونوري بزاف مثلا فاش حطيت الكتاب ديالي لقيت راسي راه هذاك الكتاب ردني اونتربرونور من جهه اخرى راه مني ماركتينغ كتمشي كنتكب يعني انا دي كاع الكتاب اللي كيتفرجوا فينا حيت البودكاست كيسمعوا ليه بزاف ديال الناس المهتمين بالادب والفن يعني انت راك ككاتب خاصه ولا كفنان عامه راه انت راه كتلقى راسك اونتربرونور خصك تبيع البرودوي ديالك من هو كان كتاب ولا البوم ولا اي حاجه وخصك في نفس الوقت دير ليه الماركتينغ ديالو وتشوف فيه نص كمثال في الكتاب لقيت راسي خدام اكسل عاوتاني رجعت الاكسل يعني ها الطيبه بشحال ها لي زيفيرمون شحال كيطلعوا ليا شنو الربح ديالي وخاصه في المغرب راه لونتربرونوريا ليتيرير راه ماشي شي حاجه اللي زوينه تانفيستي فيها الا كان عندك داك الحب ليتيرير اما بزاف ديال لي زانفيستيسور يعني عمرهم ما كتلقاش واحد انفيستي فيك علاش حيت ما كاينش الربح يا با دو يا با زعما واحد الماركت ديال الخدمه مثلا باغونت مثلا في الموسيقى راه ولاو بزاف ديال الانفيستيسور باغيين يدخلوا يحلوا لي ليبل ديالهم هنايا باسكو يا د لارج يا ديال لي فيستيفال يا هادي وتيلا اي واحد زعما كرياتيف راه كيطيح في لونتربرونوريا بغا ولا ما بغاش خصو يبيع راسو بيع راسو معنا زوين يعني بيع راسو يعني انني خصني ماركتي راسي خصني انا كفنان خصني نبين الناس راسي هذا سيلز وماركتين وفي الاخر الفينونس راه خصني نشوف واش داكشي مسلكني ولا مسلكنيش مثلا كموسيقي مثلا خصني انفيستي في الحصص ديال الاستوديو وهادي وبزاف ديال الناس اللي صنع المحتوى ولا شي حاجه كتلقاهم تيحلوا شركات باش يقنوا راسهم ودول اخرين مثلا بحال مثلا فرنسا واحد الصديق ديالي يوتيوبر تما الا وصلتي لواحد مثلا جو بونس 10000 متابع الدوله كتفرض عليك تحل شركه باش تقاد لي زامبو ديالك معاهم ونفس جو بونس مع الوقت المغرب راه غيوصل لهاد القضيه يعني لي زامبو راه خصهم المحتوى يوليو يخلصوا لي زامبو ديالهم حتى هما حيت راه تيربحوا واحد الربح مثلا تيك توك دابا تيك توك راه لي لايف ديالو يقدر يدخل داكشي اللي كتدخل انت سي محسن لايف واحد فهمتي انا راه حيت الدوله راه ولات باغا تقنن جميع زعما الامور اللي كاينه في الانترنيت ومن هذا هذا يعني كما مثلا داروا واحد الوقفه مع الناس ديال الكريبتو داكشي حتى هما شافوا في الجهه ديالهم راه حتى صناعه المحتوى راه واحد الوقيته غتلقى غتقنن بلي سوسيتي ديالها وكما داروا فرنسا والامريكان وهادي كيديروا دي سوسيتي كيكون فيهم ناس خدامين وكيولي بحال ميني ميديا برودكشن صغيره ديالو فيها صناعه المحتوى ديالو كيخلص لي زامبو ديالو عند الخدامه ديالو سيتو وكيحل حتى هو كونت في البنكه وكيولي فيه تيخلص لي زامبو عليه وديال هذه هي الحاجه اللي خلاتني ندير هاد الحلقه هذه حيت لقيت ان كيف قلت لك الوعي الفينانسي ناقص عند بزاف حيت مثلا بدون ذكر اسماء عاوتاني بزاف ديال الاصدقاء ديالي نشروا كتب مثلا مع دار النشر تلقاه تيعطيو 10% وتيكون فرحان بها ولكن هو راه ما ريحش ودار حساب هو شاف راسو غنشروا ليه مثلا ولا مثلا تيسني مع ليبل وكيلقى راسو كيربح 30% من الارباح ديالو والحقوق يعني بزاف ديال الوعي يعني لونتربرونوريال هي ما كاينش كيخلي انسان مبدع او انسان يعني عنده واحد لو برودوي ولا سافوار فير كيضيعو يا اما مع شركه ولا شي واحد اللي كيديه ليه دونك كون كان مثلا كيف صنع المحتوى بحالك ديال لونتربرونوريال فينونسي او فينونس وهذا المجال او لا كانوا دي فورماسيون يعني حتى ولا شي يكون فورماسيون ما تيكونش الترويج ليهم الطريقه المزيانه اولا يكون برامج في التلفازه اللي غادي تخلي الناس يفهموا هاد الامور بحال دابا مثلا داك البرنامج ديال انو يخدم مزيان وي يعني خاص تكون واحد الميدياتيزاسيون بيان في لواحد لو جونغ دو اكزاكتومون اكزاكتومون خاص صراحه واحد مازال ناقصنا بزاف ديال الثقافه صراحه ديال من ناحيه ديال الماليه سواء بيرسونيل ولا بغيتي دير بروجي ولا يعني تبغي يعني تستخدم هاد المهاره هادي يعني غير في الخدمه ديالك دونك صراحه يعني انا بعدا كنشوف من هنا لقدام واخا الوعي بدا كيتزاد يعني بيت كنشوف الحمد لله يعني مازال لي يعني صناع محتوى كيهضروا على هذا الشيء كاين اللي كيهضر عليه بطريقه يعني ايجابيه
كل كيهضر عليه بواحد الطريقه اللي هي ماشي سلبيه ولكن نقدر نقولوا يعني تيكون واحد الوهم شويه فهمتي كيفاش ما تيكونش هذاك شيء حقيقي. وهذيك هي هذيك هي الحاجه الخايبه يعني الانسان يعني خصو يتعامل مع يعني الفلوس ديالو ولا كيفاش يدير البروجي ديالو حتى شي يعني ريزلت فينال الانسان شنو يعني هو انه باغي يعيش بواحد يعني واحد الحياه كريمه اللي يقدر انه يعني يساتيسفي لو بوزوان ديالو ماشي باغي هو يعني ما نعرف شنو يعني حيت راه في الريزلت فينال يعني لوبجيكتيف فينال ديال الفلوس هو الانسان كيخليهم كيخلي الانسان يعيش مرتاح وما يعيش ويحلوا ليه المشاكل الخايبه ديالو سواء الصحه ديالو ولا وقع ليه ليست شي مشكل مثلا في المحكمه ولا هذه ولا والديه اكسيتيرا. هذا هو هما الاغلبيه ديال الناس شنو باغي يدير باغي يدير بالفلوس يكون غونطابل على المدى الطويل حيت بزاف ديال الناس كي مثلا رياضيين فنانين موسيقيين ممثلين كتلقاهم عاشوا حياتهم في الخير عاشوا حياتهم في واحد الوقيته اللي كان عندهم داكشي ولكن ما كانش عندهم واحد الوعي. حتى انا مثلا رياضيين مثلا بحال في الان بي اي مثلا شاك مثلا ولا ملياردير باش ماشي بالصالير ديال الان بي اي مشى كي انفيستي وفاش كي انفيستي مثلا في براند ديلز كان كيقول لهم عطيوني ستوكس عطيوني اسهم ما تعطيونيش فلوس وهذوك الاسهم اللي خلاهم ملياردير وشرا هذه وشرا هذه وشرا هذه ولكن شنو كيدير كيدور راسو بناس اللي فاهمين الفينانس. يعني انا راه مثلا ما نكونش واعر انا مثلا في كاع لي دومين انا مثلا رياضي واعر وكندور راسي مثلا الناس فين نوص نحط واحد الفريق نخلصو هذه ولكن على المدى الطويل غنربح وخاصه ان في سي دابا شويه. وهذه واحد نصيحه للجميع يعني المبدعين الرياضيين وحتى الناس اللي صالاري عاديين دور السيركل ديالك ولا دير الناس اللي تعرفهم ولا الناس اللي تقدر تقرب منهم اللي يعاونوك في هذا الاتجاه هذا ماشي اللي يعاونوك في السهلاك. ومن جهه اخرى راه مثلا الناس اللي ديال الفينونس راه سي دي بيرسون اكسيسيبل مثلا حنا فاش بديت الخدمه معاك صيفطنا كميساج انستغرام انا وصحابي جي نديرو شي جلسه صافي لقينا راسنا صربنا قهوه صافي دينا الخدمه شحال مثلا الخدمه ديالنا خداتها واحد دو مون لقينا راسنا خدامين اونصابل وهادي صافي خدمه مخيره وهادي وناشطين وفرحانين. يعني هذا جو بونس قربنا الوقت باش نساليو البودكاست. الخلاصه القول هو ان لونتربرونيا ماشي حنا اليوم الحلقه ما درناش باش الناس يوليو لونتربرونيا ولكن باش يوعيو راسهم فينونسيرمون ويوعيو راسهم من ناحيه لونتربرونيا ويوعيو راسهم جينيرالمون على شنو تيديروا بالفلوس ديالهم. يعني عارفين حنا في المغرب كنعيشوا ازمه عالميه ماشي في المغرب ولكن نوعيو راسنا باش على المدى الطويل. حنا راه دابا مثلا كيف قلتي راه كيكونوا دي زورجونس وتيكون حتى مع الوقت تتبدل الامور حيت جا كوفيد راه داب بزاف ديال الناس حيت ما كانش عندهم لي بان. دونك جينيرالمون واعيو راسكم و جو بونس كانت عندك شي كلمه تقول للناس قبل نسال الكلمه اللي بغيت نقول هو ان الانسان يعرف يجيري هاد الامور هادو لانه يعني كما كنقولوا بان واحد الحاجه فاش كتكون يعني قليله واخا تكون حتى كثيره دونك الانسان خصو يعرف يجيريها مزيان ويحط يعني الخطط ديالو المستقبليه باش يعني يكون مزيان في لافي ديالو. وافو محسن هذا هو الزهد ديالنا مع الناس راه شديناهم ساعتين. شكرا لكم الى وصلتوا حتى لهذه المرحله في البودكاست. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا واحد الحصيله علاش كان كاع الضيوف كنحاولوا نجيبهم نشربوا معهم نص حاجه قليله في حقكم سي محسن مرحبا بكم. وكنشكر الناس اللي كيتابعونا دائما في البودكاست ديالنا في نص وكيتابعونا في جميع الحلقات. نتمنى تكونوا استفدتوا بزاف في هذه الحلقه وفي جميع الحلقات ديالنا. نضربوا لكم موعد في الحلقه الجايه ديال نص الله يعاونكم.